خلصنا الجزء الاولاني خلاص اللي هو بتاع الانترودكشن، ودخلنا في الجزء اللي هو يعني يعتبر تاني نوليدج اريا في الكتاب، بس اول نوليدج اريا بالنسبه لنا اللي هي كانت بروجكت سكوب مانجمنت. واتكلمنا عن ان احنا عندنا 6 بروسيسز في النوليدج اريا دي: بلان، سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، وكرييت دبليو بي اس. ده كل ده فين؟ في البلاننج. كل ده في البلاننج. عندنا على الجانب الاخر في المونيتور اند كنترول، فاليديت سكوب، كنترول سكوب. طيب احنا المره اللي فاتت اخذنا اول بروسيس عندنا اللي هي كانت بلان سكوب مانجمنت. طبعا اتكلمنا عن اول، احنا اتكلمنا عن السكوب وايه هو السكوب وايه المفروض يبقى معانا وايه مش معانا وجلد بليتنج والكلام ده كله، واتكلمنا عن بلان سكوب مانجمنت وشرحناها وقلنا ان احنا عايزين نطلع بسكوب مانجمنت بلان وريكويرمنتس مانجمنت بلان، وشرحنا ايه هي السكوب مانجمنت بلان وشرحنا ايه هي الريكويرمنتس مانجمنت بلان. دلوقتي هندخل على تاني بروسيس عندنا اللي هي كولكت ريكويرمنتس. الاول بس عايز اقول لكم يا جماعه عشان يبقى كلنا عندنا فهم واحد لفكره الريكويرمنتس، لان بعض الناس قد يسيء فهم يعني ايه requirements. requirements يعني متطلبات، ده الترجمه بتاعتها. طيب اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن ان انا مثلا لما اجي دلوقتي عايز رحت النجار وقلت له انا عايز ترابيزه او عايز مكتب، فلما سالني انت ايه المواصفات او ايه المتطلبات بتاعتك في المكتب، قلت له والله انا عايز مكتب عرضه 120 سنتي وعايز ارتفاعه الارتفاع الطبيعي بتاع كل المكاتب، وعايز يبقى فيه وحدة أدراج مكونة من 3 أدراج، والثلاث أدراج دول يكون فيهم تعمل لهم قفل مستقل لكل درج لوحده، ولون المكتب يكون لونه مثلا أبيض في أزرق، والمكتب دوت يكون الثيكنس بتاع القرص بتاعه أو اللي هو الجزء اللي فوق دوت قد كده، وهكذا. كل اللي انا حكيت فيه ده متطلبات الايه يا جماعه؟ البرودكت اللي هيطلع في النهايه. طيب الراجل بقى النجار اللي سمع مني الكلام ده بقى عنده بروجكت اسمه صناعه مكتب، اسمه صناعه مكتب. خلاص البروجكت اللي اسمه صناعه مكتب ده بقى هيبتدي يقعد يقول طيب انا عشان احقق المواصفات المطلوبه فانا عندي اعمال شراء من محل البويات، هجيب لون ابيض ولون ازرق، وهجيب اخشاب من مورد الخشب، وهجيب وانا عندي اوريدي المعدات بتاعتي اللي انا بشتغل بيها، وهروح اجيب كمان عدد 3 تقفال، وهعمل الديزاين بتاع الادراج بطريقه معينه بحيث ان هو يسمح ان تبقى الاقفال دي مستقله وان كل درج يفتح لوحده بقفل مستقل. يعني انا طبعا ما اعرفش هل الإخوة العرب الأسماء اللي أنا بقولها دي متعارف عليها عندهم ولا لا، بس يعني القفل ده اللي هو الكالون، معرفش برضو الاسمين دول متعارف عليهم عندكم ولا لا، ولكن احنا هنبقى عايزين لكل درج قفل مستقل، والديزاين بتاع الأدراج بالشكل ده بيتطلب ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا، والويتس بتاع المكتب ده هيبقى المفروض الطول الفلاني. فالراجل بدأ يقعد يحط متطلبات إدارة المشروع، وبالتالي اللي هو بدأ يقوله ده اسمه البروجكت سكوب. هشتري وهجيب والألوان والديزاين وي 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 والكلام ده كله، ده البروجكت سكوب بالنسبة له. طيب الحاجات اللي أنا قلتها له في الأول دي البرودكت ريكويرمنتس، دي المتطلبات اللي أنا عايزها منه. طيب افرض ان انا من ضمن الحاجات اللي انا عايزها، انا مش عايز استلم المكتب خلصان في النهايه، لا انا عايز استلم مراحل، وقلت له بعد اذنك بعد ما تخلص الادراج وقبل ما تركبها وتثبتها في المكتب تستدعيني عشان استلم الاقفال، كل قفل شغال لوحده. اذا بقى في متطلب جديد ليه علاقه بالدليفري او ليه علاقه بالتسليم، بقى اسمه ان انا محتاج اقف عند المرحلة دي واسلم الدليفرابل ده لوحده اللي هو الادراج بالاقفال بتاعتها لصاحبها، اسلمها بمعنى
مش ان هو ياخدها ويمشي، لا اسلمها بمعنى ان هو يجي يقول لي اوكي هو ده اللي انا كنت عايزه، او لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه، انا كنت عايز واحد اثنين ثلاثه، او غير لي الجزء ده او الكلام ده كله. اذا انا بيكون عندي ليها علاقه بالبرودكت اللي بيطلع، وريكويرمنتس ليها علاقه بالبروجكت نفسه. الحته بتاعت ان انا اجي استلم في النص دي تعتبر بروجكت ريكويرمنت وليها علاقه بالايه؟ بالدليفري. طيب في حته كمان انا طلبت منه انه يحط لي مثلا فوق المكتب ده لوح ازاز، الازاز ده مش غير قابل للكسر، بس على الاقل خالص لو اتكسر ما يجرحش، لو اتكسر ما يجرحش. فمن ضمن المتطلبات اللي ليها علاقه بالتستنج بقى، انا قلت له ايه؟ الازاز ده تجيب لي منه قطعه وعايز اكسرها بنفسي واطمن ان اللي هيطلع من الازاز ده مش هيعور او مش هيجرح او مش هيصيب حد. تمام؟ فبقى احد المتطلبات اللي ليها علاقه بالتستنج، شوفوا ليها علاقه بايه؟ بالتستنج. تمام؟ ان في قطعه ازاز هياخدها الراجل عشان يجربها. اذا ده ريكويرمنت. ف اللي انا بتكلم فيه ده كله او الاكزامبل اللي انا بقوله لكم ده عشان انا افهم يعني ايه requirements collection، ازاي اجمع المتطلبات. طيب في المشروعات الكبرى بيبقى في متطلبات كتيره مختلفه. مثلا عندي requirement ليه علاقه بالدفاع المدني، لان انا هنا لازم اعمل المخرج ولازم تبقى مقاس الشباك يسمح بخروج مثلا بني ادم من حجم معين عشان في حالات الطوارئ. فاذا مثلا لما اجي اقول ان انا محتاج دايمنشن بتاعه الويندو كذا في كذا، بس انا هانكريز دايمنشن اسبير السيفل بروتكشن او السيفل ديفنس ريكويرمنت، هانكريز دايمنشن لكذا وكذا. اذا هنا في ريكويرمنت جايه منين؟ جايه من السيفل ديفنس. تمام؟ يبقى انا هنا هاخد الحاجات دي احطها، او هاخد الكلام ده اطبقه، او هاخد الريكويرمنت دي اكتبها عندي عشان اراعيها. لما اجي اعمل دلوقتي ان لازم يكون مثلا المبنى عندي، انا والله متطلبات المبنى بطريقه استخدامه العاديه بتسمح او بتبقى مش بتتطلب اكتر من ان هو يكون ليه مدخل واحد. بس متطلبات السيفل ديفنس ان يكون ليه اكتر من مدخل عشان يبقى في اماكن للطوارئ الناس تهرب منها في حاله الطوارئ، وهكذا. فالموضوع يا جماعه ببساطه ان انا بكولكت كل الريكويرمنتس. طبعا السيفل ديفنس بالنسبه لي في الحاله دي ستيك هولدر، واليوزر اللي هيوز البرودكت او الريزلت او الاوت كم اللي هيطلع في النهايه ده ستيك هولدر. كل دول ناس انا ببقى حريص جدا ان انا اعمل معاهم كونكشن، وان انا اخد منهم الريكويرمنتس دي عشان اقدر احطها عندي وابتدي ارتبها معايا من ضمن الريكويرمنتس اللي هطلع منها بعد كده الشغل اللي هيتعمل في المشروع. لانك انت طلبت مني الوان ازرق وابيض في المكتب، ولانك انت طلبت مني ماتيريال معينه من الخشب، ولانك من ريكويرمنت ليها علاقه باستخدام الادراج، كل ده انت طلبته مني. فانا بدات احط الريكويرمنتس دي كلها قدامي، وبدات اقعد مع نفسي كده اطلع ايه الشغل المفروض يتعمل عشان يحقق الريكويرمنت ده. تاني بدات اطلع الشغل المفروض يتعمل عشان احقق الريكويرمنت ده. الشغل ده بقى هو البروجكت سكوب. الشغل ده اللي انا بشتغله ده هو البروجكت سكوب. فتعالوا نشوف مع بعض كده البروسيس اللي اسمها collect requirements. يعني يا جماعه يعني جمع المتطلبات. The process of defining and documenting stakeholders needs to meet the project objectives. هي عباره عن العمليه اللي بقدر ان انا اعرف فيها ووثق فيها كل المتطلبات بتاعه المشروع عشان من مين؟ من الستيكهولدرز. من مين يا جماعه؟ من الستيكهولدرز. خلاص؟ to meet the project objective عشان احقق أهداف المشروع. The project success is directly influenced by the care taken in capturing and managing project and product requirements. يعني النجاح بتاع المشروع بيتأثر مباشرة بمدى العناية اللي حضرتك بتحطها في عملية جمع المتطلبات. تمام؟ بمدى العناية ومدى الاهتمام ومدى
انك مركز قوي ودقيق وبتاع تفاصيل في عمليه الايه الكوليكتنج للريكويرمنتس. قال لك ان الريكويرمنتس بيكم ذا فاونديشن اوف ذا دبليو بي اس، هي الاساس في ان احنا نعمل الدبليو بي اس. طبعا الدبليو بي اس تيل ناو هو انون بالنسبه لنا، بس هو حاجه مهمه جدا جدا في اداره المشروعات، وعشان كده احنا هنشرحها دلوقتي وهتعرفوا ايه هو الدبليو بي اس. واختصارا لي ورك بريك داون ستراكشر، ستاندز فور ورك بريك داون ستراكشر. طيب كوست سكادول اند كواليتي بلاننج ار اول بيلت ابون ذيس ريكويرمنتس. يعني اللي بعد كده كله من الكوست استيميشن والسكادولينج اللي هيحصل والكواليتي ستاندرز اللي هحطها كلها معتمده على الريكويرمنتس. على سبيل المثال يعني انا النهارده هعرف منين ان احد الكواليتي ريكويرمنت اللي موجوده، او ان انا احط في الكواليتي ستاندرد عندي ان مثلا سطح المكتب يبقى املس، ما لم ان ده يكون احد المتطلبات اللي موجوده في الريكويرمنت سواء من الكاستمر او اليوزر او حتى الاندستري ستاندرد. لان احيانا الاندستري ستاندرد بتحط لي ريكويرمنتس، الريكويرمنتس اللي بتحطها لي هي دي اللي انا بتبعها، لان انا ممكن اكون كعميل مانيش عارف ايه الصح من الغلط، بس في كود او في ستاندرد للاندستري دي محطوط فانا بتبعه، فانا المفروض اروح اجيب برضو الريكويرمنت من الستاندرد او من الكود اللي موجود. طيب لما نيجي نبص على البروسيس عندنا هنا هنلاقي دايما احنا اتفقنا مع بعض ان احنا دايما بنبدا من الاوتبوتس عشان نشوف احنا عايزين نوصل لايه، احنا عايزين نوصل ليه، وبعدين اروح ابص على الانبوتس يبقى دي الحاجات اللي انا هوصل منها للحاجات دي. طب ايه بقى الطريق اللي انا همشي فيه؟ هي التولز والتكنيكس واللي انا قلت قبل كده انها مش ملزمه، ولكن حضرتك مطلوب منك توصل من هنا لهنا، فانت بتتبع كل الطرق اللي تتناسب مع طبيعه المشروع وطبيعه العمل اللي حضرتك بتقوم بيه. طيب الريكويرمنتس انا عندي هنا requirements documentation و requirements traceability matrix. هنشوف الاثنين دول دلوقتي ونعرف هم عباره عن ايه. طيب كمان عندي ايه في الانبوتس؟ عندي charter وعندي project management plan، يعني اتكلمنا في الجزئيه دي المره اللي فاتت. عندي كمان حاجه اسمها project documents. ايه هي البروجكت دوكيومنتس دي؟ هنعرفها. بالمناسبه طول ما احنا ماشيين هيبقى عندنا الترم بتاع البروجكت دوكيومنت او وثائق المشروع. وثائق المشروع دي بتختلف من بروسيس لبروسيس، بيكون في بروسيس وثائق المشروع فيها 1 2 3، بينما في بروسيس ثانيه 2 4 5، بينما في بروسيس ثالثه 3 5 7 وهكذا. في النهايه بسمي المجموعه الحاجات دي كلها بروجكت دوكيومنتس، وبيبقى متبين في التكست بوك اللي مع حضراتكم ايه هي البروجكت او ايه هو اللي مقصود بالبروجكت دوكيومنتس في البروسيس دي، فحضرتك برضو تروح تبص عليها وتتابع معايا. طيب بروجكت دوكيومنتس وبزنس دوكيومنتس. بزنس دوكيومنتس من قبل كده احنا كنا متكلمين طبعا وعارفينها ان هي البيزنس كيس والبنفيتس مانجمنت بلان. في البروسيس دي احنا هنستخدم البيزنس كيس و agreements اللي هي العقود اللي احنا already عملناها من الوقت دوت او بقت موجوده لحد ما جيت اعمل البروسيس بتاعت collecting requirements. EF و OBA. طيب EF OBA احنا طبعا اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت بشكل يعني تفصيلي جدا، وجاوبنا تقريبا على اسئله معظم الناس ان لم يكن كل الناس كمان فيها، وبقينا عارفين ان الـ EF والـ OBA هم من الحاجات اللي هي كده تعتبر يعني مصاحبه لينا، كانه هو كده يعني ايه حاجه ما تعرفش تمشي من غيرها، كانه الموبايل بتاعك تفضل موجوده معاك في البروسيسز كلها. طيب التولز والتكنيكس اللي عندي اكسبرت جادجمنت، داتا جاذرنج، اكسبرت جادجمنت اتكلمنا عليها قبل كده طبعا وهي اراء الخبراء، والداتا جاذرنج اللي هو داتا جاذرنج انت بتجمع معلومات. تجميع المعلومات هنا ممكن تدخل جواها تلاقي تفاصيل كتير عن طرق تجميع المعلومات، هتلاقيها دايما عندك برضو في الكتاب. نفس الكلام تحليل البيانات، لان حضرتك احيانا بتستنتج ريكويرمنت مش لازم يتقال لك عليه صراحه، مش لازم اقول لك ان الحاجه دي لازم تمشي، لا انت بتستنتجه. يعني مثلا لما كنا نتكلم دلوقتي عن الكود او الستاندرد بتاع الاندستري، او ان في مثلا الكود المصري للتطبيق كذا، او الكود المصري في البناء، او الكود المصري في توصيلات الكهرباء، او الكود الالماني، شوف انت المشروع بيقول لك تشتغل على ايه وتتابعه، ولو مش متقال لك فانت بتختار كود تمشي عليه او ستاندرد تمشي عليه. وممكن يبقى زي ما قلت لك في ريكويرمنت حضرتك بتستنتجه، انت قعدت حللت كده اللي حصل، نتيجه ده ونتيجه ده، يبقى احنا لازم نمشي بالحاجه الفلانيه او نطبق كذا او نضيف عندنا الريكويرمنت الفلاني.
طيب ايه تاني كمان عندي؟ عندي decision making analysis. decision making analysis اللي هو ايه؟ تحليل اتخاذ القرار. تمام؟ وتحليل اتخاذ القرار دي برضو في طرق وموجوده في الكتاب وتقدر تقعد تشوفها. تمام؟ بتقعد تشوف الطرق المتاحه ليك عشان تتخذ القرار. اتخاذ القرار يا جماعه من الحاجات اللي نقدر نقول ان هي معقده، وبيبقى في منها بروجرامد وان بروجرامد، في ستراكشرد وان ستراكشرد. فاحيانا بتبقى المعطيات كتيره بالشكل اللي ما يخليكش قادر تاخد القرار جاست لايك ذات. فبتقعد تستخدم بقى ميتريكس وتحط المتغيرات اللي عندك عشان تاخد الايه؟ الديسيجن. فده بيبقى ساعتها ديسيجن ميكنج اناليسيس. داتا ريبريزنتيشن. داتا ريبريزنتيشن ان انت بتبتدي تعمل ريبريزنتيشن سواء بالشارتس او جرافس للديتا اللي عندك عشان تقدر من خلال الشارتس والجرافس دي تطلع برضو بمجموعه من الريكويرمنتس. والانت بيرسونال تيم سكيلز فيما يخص حضرتك المهارات بتاعتك الشخصيه لما تتكلم مع الناس، جبت واحد سباك فعرفت تطلع منه بايه المفروض يطلع هنا عشان تعرف تخطط في المشروع، جبت واحد سباك باي ذا وي اللي هو مسؤول عن صيانه وتركيب الادوات الصحيه اللي هي الحمامات وال مش عارف بيسموها ايه في الدول الثانيه، يعني هي ايه مفاتيح الميه يعني الحاجات اللي زي كده. طبعا نجار جبته قعدت تسمع منه شباب والشباك والكلام ده كله. فانت عن طريق مهاراتك الشخصيه بتقدر تستخرج المعلومات والمتطلبات، لان هو ممكن يكون الشخص اما ما بيعرفش يعبر فمش هيقول لك على كل المتطلبات، او عارف يعبر ومش عايز يقول. فانت بتبتدي عن طريق مهاراتك الشخصيه في الحوار والتفاوض واستنباط المعلومات تطلع الريكويرتس. كونتكست دايجرامز دي برضو احد ادوات تمثيل البيانات، وبتستخدم عشان تقدر تعرف انت عندك في البروجكت بتاعك كام انتيتي، كله الداتا فلو والكلام ده كله. البروتوتايبس اللي هي النماذج الاوليه، يعني بنشوف دايما كده لما مثلا في حاجه هتتبني بيتعمل لها ماكيت، الماكيت ده بيبقى نموذج اولي. وفي السوفت وير برضو بيبقى فيه شاشات اوليه كده برضو، ده بنسميها بروتوتايبس. تمام؟ فكل الكلام ده يدخل ضمن التولز والتكنيكس اللي حضرتك بتستخدمها عشان تقدر تطلع ايه بقى؟ تطلع الريكويرمنتس دوكيومنتيشن والريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس اللي هنشوفهم اللي هم عباره عن ايه. طيب خلينا نشوف الانبوتس بتاعتنا. بروجكت مانجمنت بلان هتنكلود ايه؟ هتنكلود سكوب مانجمنت بلان، ريكويرمنتس مانجمنت بلان، ستيك هولدر مانجمنت انجيجمنت بلان، ستيك هولدر انجيجمنت بلان. طبعا الستيك هولدر انجيجمنت حسب ما احنا برضو فاهمين، احنا لسه ما بقتش موجوده عندنا، بس حسب الكونسبت اللي شرحناه المره اللي فاتت احنا بقينا عارفين الامور بتمشي ازاي. والبروجكت دوكيومنتس هنا بتنكلود ايه؟ بتنكلود اسامشن لوجو، اتكلمنا في الجزئيه بتاعت الاسامشنز والريسكس والكونسترينتس المره اللي فاتت، وكمان الليسنز ليرند ريجستر وستيك هولدر ريجستر. المفروض ان كل دوكيومنت من الدوكيومنتس دي بيبقى فيها انيشيال دوكيمنت. يعني الستيك هولدر ريجستر المفروض ان لو حسب فهمتكم ان اول اثنين بروسيسز بيتنفذوا في المشروع او البروجكت تشارتر وايدنتيفاي ستيك هولدرز. فالريزلت او الاوتبوت بتاع البروسيس اللي اسمها ايدنتيفاي ستيك هولدر هي ستيك هولدر ريجستر. فالمفروض ان هو طبعا يكون موجود عندك قبل ما تدخل تعمل كوليكت ريكويرمنت. طب ليه يا جماعه؟ لان انا من ضمن يعني من ضمن الحاجات اللي انا هبتدي اعتمد عليها عشان كوليكت ريكويرمنت ان انا اعمل ميتنج او كونتاكت مع كل ستيك هولدر. طب انا اعرف الستيك هولدرز اللي عندي ازاي؟ اعرفهم من الستيك هولدر ريجستر. طيب البيزنس دوكيومنتس، البيزنس دوكيومنتس اللي عندي زي ما قلت لك هي الايه؟ البيزنس كيس. طيب الريكويرمنتس مانجمنت او الريكويرمنتس دوكيومنتيشن بتنكلود ايه؟ بيزنس ريكويرمنتس، ستيك هولدر ريكويرمنتس، سولوشن ريكويرمنتس، ترانزيشن اند ريدينس ريكويرمنتس، project requirements, quality requirements. زي ما كنا بنشرح من شويه ان في اكتر من نوع او اكتر من اتجاه او سورس بيجي لي منه requirements. stakeholders دول اللي هم الاطراف المعنيين اللي انا بجيب منهم الايه؟ requirements بتاعتهم. طيب البيزنس requirement ان مثلا ايه؟ احنا بنبني مول في منطقه ما و خلاص مظبطين كل requirements، بس من ضمن الحاجات اللي هي متعلقه بالبروجكت ده بس ريليتد بالبزنس بتاعه اللي هو الشركه اللي طالعه منه، ان لازم كل مرحله من مراحل المشروع يتوقف ويتصور ويتعمل مثلا فيلم ترويجي عشان ده خاص بالحته بتاعت البزنس.
تمام؟ فده اصبح بزنس ريكويرمنتس. سولوشن ريكويرمنتس، لو انت بتعمل سولوشن فور اكزامبل مثلا سوفت وير سولوشن او الكترونيك سولوشن، فبيكون في ريكويرمنت خاصه بالسولوشن ده او ريكويرمنت ليها علاقه بان السولوشن ده يشتغل. فانت في النهايه بتحقق للعميل بتاعك خدمه معينه او نتيجه معينه عن طريق السولوشن ده. فعشان السولوشن ده يشتغل فكان في ريكويرمنت اللي هو 1 2 3 4. ترانزيشن اند ريدنس ريكويرمنتس دي بتبقى ريكويرمنت ليها علاقه بعمليه التسليم، او ان الفيز ده انا طالع من بروجكت فيز داخل في بروجكت فيز جديد، فانا بيكون في ريكويرمنت ليها علاقه بعمليه الترانزيشن دي، او ان الحاجه تبقى ريدنس او جاهزه في النهايه للاستخدام. فعلى سبيل المثال مثلا ممكن ابني برج وكل حاجه، بس الطريق المؤدي للبرج ده او الطريق المؤدي للمول ده فيه مشكله، فانا خلصت المشروع بتاعي بس هو مش ريدي للاستخدام الا لما اعمل الحته دي، فده هيبقى ريكويرمنتس خاص بالريدنس بتاع البروجكت. او بروجكت ريكويرمنتس زي ما انا قلت لكم من شويه كده، حاجه ليها علاقه بتنفيذ الشغل نفسه، او كواليتي ريكويرمنتس ليها علاقه بالكود المستخدم عشان اطلع مستوى كواليتي معين. طيب اللي قدامنا دي يا جماعه الريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس. الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا لما يكون عندي ريكويرمنت هنا والدي سب ريكويرمنت اللي جواه اللي هي يعني متطلب اساسي وجواه متطلبات فرعيه، هنا ريكويرمنت ديسكريبشن، فببتدي اربط الريكويرمنت ده باحد هذه الامور، هل هو له علاقه بالبزنس نيدز او الاوبورتونيتيز الجولز والاوبجكتيفز، ولا ده بروجكت اوبجكتيف، ولا ده ليه علاقه بالدبليو دي دبليو بي اس ديليفربل، ولا برودكت ديزاين، ولا برودكت ديفلوبمنت، ولا تيست كيسز. فانا ببتدي اشوف الاوريجن بتاع كل ريكويرمنت من الريكويرمنتس دي، هي اصلها ايه، مصدرها ايه، مرتبطه بايه. طب انا بعمل ده ليه؟ انا قلت برضو المره اللي فاتت، ايه، قلت ان انا ببقى دايما عايز اعرف الريكويرمنت ده موجود ليه، عشان لو تشينج حصل اضطريني ان انا اغير الريكويرمنت ده او ما اعملوش او اعمله بطريقه مختلفه، اشوف هو هياثر في ايه عشان ابتدي بناء عليه احسب اثار تغيير الريكويرمنت ده. يعني احنا بنصنع دلوقتي فرنيتشر معين، كنبه، سرير، مكتب، تمام، ومحطوط لها دايمنشن معين عشان الدايمنشن دي هتريح المستخدم، الدايمنشنز دي كبيره وهتريح المستخدم وتدي له لكجري وتدي له حاجات. بس جينا بعد كده من ضمن الحاجات او من ضمن التشينج ريكويستس اللي جالي، ان اصلا الباب بتاع الاوضه اللي هندخل منها الفرنيتشر بيس دي هو الدايمنشنز بتاعته كذا في كذا، فاصبح ان الدايمنشن اللي معمول بيها الفرنيتشر لا تتناسب او مش هتخليها تصلح ينفع تدخل وهي غير قابله للفك، يعني هي مثلا غير قابله للفك، فبالشكل ده بقت لا تصلح. فاصبح دلوقتي قدامي حل من اتنين، يا هوسع الباب، يا هغير الدايمنشن بتاع الفرنيتشر او البيس اوف فرنيتشر، يا اما هبتدي اخليها قابله للفك. طب لما جيت اخليها قابله للفك اصبح في بعض الريكويرمنتس اللي ليها علاقه بالانسيابيه هتتغير، فبقيت عايز اعرف هي الانسيابيه دي كانت ليها علاقه باللكجري ولا بالكواليتي ولا بالديزاين بتاع البيس اوف فرنيتشر ولا ايه. فببقى محتاج دايما اعرف الريكويرمنت دي كانت تبع ايه، كانت جايه هنا ليه، كانت بالظبط. يعني انا دلوقتي رحت لقيتها مثلا ليها علاقه باللكجري، فانا ابتدي اتكلم مع الراجل بتاع الماركتنج واقول له يا ترى لو انا عملت الحاجه دي قابله للفك والتركيب والحته بتاعت الانسيابيه هنا اتاثرت، ده هياثر عندك على الحته بتاعت اللكجري اللي انت حاططها اصلا من ضمن اهم مميزات البيس اوف فرنيتشر وانت بتبيع؟ فهيقول لي اه. فنبتدي انا وهو نشوف سولوشن جديد، نقول له طيب هنخليها مش قابله للفك والتركيب بس هنعمل كذا. فالكلام ده كله مش هيتعمل الا اذا كنت عارف الاوريجين بتاع الريكويرمنت ده ايه؟ ايه المصدر بتاعه؟ تمام؟ احنا كده خلصنا البروسيس بتاعت كوليكتنج ريكويرمنتس، هندخل في البروسيس اللي بعدها بتاعت ديفاين سكوب، اللي هي اصلا مبنيه على كوليكتنج ريكويرمنت، كوليكتنج ريكويرمنتس، وكوليكتنج ريكويرمنتس مبنيه على اصلا بلان سكوب مانجمنت. ما انا في بلان سكوب مانجمنت قلت ايه؟ قلت انا هخطط
ليه ازاي انا هديفاين السكوب وازاي هقدر امانج السكوب والدنيا دي. ومن ضمن الحاجات ان انا كنت عامل حاجه مطلع حاجه عندي اسمها بلان سكوب مانجمنت بلان وريكويرمنتس مانجمنت بلان. خدت بقى الاثنين دول ورحت عملت يعني شفت مكتوب فيهم ايه وبدات اكولكت ريكويرمنت از بير البلان اللي عندي. طب انا طلعت دلوقتي ريكويرمنت عايز بقى ديفاين السكوب بتاع الشغل. انا دلوقتي بقيت عارف البرودكت المفروض يطلع فيه ايه وايه كمان البروجكت ريكويرمنت. طب انا دلوقتي ابتدي بقى اعرف ايه الاعمال اللي هتتم في المشروع عشان تحقق الريكويرمنتس اللي اتكلمنا عليه. تمام؟ احنا ندخل في ديفاين سكوب دلوقتي. قال لك is a process of developing a detailed description of the project and the product. هنبتدي دلوقتي نعمل وصف تفصيلي للمشروع وللبرودكت بتاعي. طيب in the project context الحته اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده لما نيجي نقول product scope فدي معناها الفيتشرز والفانكشنز اللي بتكاركترايز البرودكت او السيرفيس او الريزلت اللي عندي. لكن البروجكت سكوب هي ايه بقى؟ الورك that needs to be accomplished to deliver the product, service, or result within the specified features and functions. يعني هي الأعمال اللي أنا هقوم بيها. Project scope إيه يا جماعة؟ الأعمال اللي أنا هقوم بيها عشان أقدر أوصل للproduct scope اللي هي الfeatures والfunctions المفروض تبقى موجودة في الfinal result أو product. عندي هنا ايه؟ عندي project scope statement. أنا دايما خلاص بقى عرفنا أن احنا بنروح نبص على أول حاجة إيه الأول. Project Scope Statement, Project Documents Updates اللي هي بتنكلود ايه؟ Project Documents Updates by the way احنا قلنا Project Documents من شوية وقلنا دي بتبقى وثائق في المشروع مهمة جدا نستخدمها في أوقات كتير. طيب ال Project Documents Updates معناها ايه؟ يعني معناها هروح أعمل Update في ال Documents دي إذا كان هناك حاجة إلى Update. Okay? Go and update these documents if there is a need to update these documents. Okay? Assumption log وإيه؟ وRequirements Documentation وإيه؟ وRequirements Traceability Matrix. عشان Requirements Traceability Matrix طلعت لي من البروسيس اللي فاتت وRequirements Documentation طلعت لي من البروسيس اللي فاتت والAssumption log كنت عامله أنا من قبل كده أصلا. طيب أنا هروح أعمل Update ليه؟ لأن أنا وأنا بديفاين السكوب ممكن Assumptions من Assumptions تتغير ما تبقاش assumption. مش هينفع اكمل بان ده assumption زي ما انا كنت عامله قبل كده او يحصل عندي assumption جديد او يبقى في assumption محتاج modification. تمام؟ نفس الكلام في requirements documentation نفس الكلام documentation عندنا كمان من ضمن الدوكيومنتس اللي عندي الريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس اللي هي قلنا عليها من شويه وكمان ستيك هولدر ريجستر. ستيك هولدر ريجستر اللي هو بيبقى فيه قائمه باسماء كل الستيك هولدر ونعرف بعد كده يعني ايه ستيك هولدر. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت تشارتر، بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس وي اف او بي اي. تاني بروجكت تشارتر، بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس وي اف او بي اي. ما عندناش جديد. طيب عندي هنا ايه كمان يا جماعه؟ عندي expert judgment, data analysis, decision making analysis, interpersonal and team skills و product analysis. فانا باخد اراء الخبراء وبعمل تحليل لكل البيانات اللي عندي وببتدي استخدم كل طرق التحليل او التولز اللي موجوده عندي عشان اخد القرار وبستخدم كل الـ interpersonal and team skills اللي موجودة عندي عشان أقدر برضو أديفاين الـ scope بتاعي وبعمل analysis للـ product. الـ product اللي المفروض هيكون موجود ومش موجود بس بعمل analysis للـ product اللي المفروض هيكون موجود. تمام؟ لما نيجي نبص يا جماعة من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نبقى عارفينها within الـ scope هي الـ project scope statement. project scope statement اللي هو إيه؟ بيان نطاق اعمال المشروع. بيان نطاق اعمال المشروع. طيب البروجكت سكوب ستيتمنت هيبقى فيها ايه او هي وظيفتها ايه او بيبقى مكتوب فيها ايه؟ بيبقى مكتوب فيها كل الاعمال المفروض تتنفذ في المشروع عشان تبقى حققت البروجكت اوبجكتيفز. عشان تبقى حققت ايه؟ البروجكت اوبجكتيفز. فقال لك provides documented basis for making project decisions and the fourth. يعني انت بتستخدمها لما تيجي تاخد decision في المشروع قدام
وعشان تكونفيرم ان المعلومه دي صح او الديسيجن اللي بتاخده ده معتمد على معلومه صحيحه. Confirming or developing a common understanding of project scope among the stakeholders. يعني لو في اي حد فاكر ان مثلا البروجكت سكوب ده اكس واي زي وحد تاني فاكر ان هو اكس واي ام، فالسكوب ستيتمنت بتساعد ان كل الستيك هولدر لما يقروها او تبقى قدامهم يكون عندهم فهم وحيد، فهم موحد الى ايه هو السكوب اللي عندي. كمان بت enables the project team to perform more detailed planning، بتساعدك انت كفريق مشروع وكفريق ادارة المشروع انك تعمل تخطيط اكثر تفصيلا. guides the project team's work during project execution، هي اللي بتبتدي تقود الفريق المشروع اثناء التنفيذ. طيب من ضمن الحاجات المهمة اللي بقى عارفينها جدا في حاجة اسمها scope baseline. كلمة بيزلاين هنستخدمها كتير في إدارة المشروع وفي الكورس بتاعنا. بيزلاين معناها الحاجة الأبروفد أو المعتمدة أو اللي هي خلاص مفيش بعدها تشينجز إلا بقواعد أو بأصول معينة. قبل ما تبقى الحاجة بيزلاين فممكن أعمل فيها تشينجز براحتي، بعد ما بقت بيزلاين ما أعملش فيها تشينجز غير بمسار معين وبطرق محددة. فقال لك ان الابروف ديتيلد بروجكت سكوب ستيتمنت، اول حاجه ديتيلد بروجكت سكوب ستيتمنت وتبقى ايه ابروف اند اتس اسوشييتد دبليو بي اس، والدبليو بي اس المصاحب ليها والدبليو بي اس ديكشنري اللي احنا لسه هنشوفه برضو دلوقتي المصاحب ليهم، الثلاثه مع بعض دول لما يبقوا موجودين يبقى ده بيشكل عندي السكوب لاين، اي نطاق الاعمال المعتمد واللي اي حد يقدر يرجع له لما يتزنق او يكون عنده اي اختلاف في اي حاجه. تمام، تعالوا نشوف تفاصيل الكلام. بروجكت سكوب ستيتمنت اللي هو بيان نطاق الاعمال بت انكلود سكوب ديسكريبشن، برودكت سكوب ديسكريبشن تمام اللي هو تفاصيل او وصف المنتج بتاعي، وبرودكت اكسبتنس كرايتيريا اللي هي معايير. هنوقف يا جماعة كده لحد الأذان ما يخلص. ثانية يا جماعة. طيب كنا بنتكلم في إن الـ Project Scope Statement بت includes what؟ بت includes Product Scope Description، بت include الـ Product Acceptance Criteria اللي هي معايير قبول الـ Product بتاعي، أنا هستلم منك الشغل بناء على إيه أو إيه المفروض يكون الشغل المتوفر فيه إيه عشان أستلمه. والبرودكت ديليفربلز ايه هي التسليمات بتاعه المشروع ده، والبروجكت اكسلوجنز اللي هي الحاجات اللي لا يتضمنها هذا المشروع، النقط اللي لا يتضمنها المشروع ده. طبعا احنا اتكلمنا في الاول ايه كنا بنحدد وات از ان اند وات از اوت، فالاكسلوجنز دي او الحاجات اللي لا يتضمنها المشروع اللي هي الايه الحاجات اللي اوت المشروع. تمام. طيب ديكومبوزيشن هو التكنيك احنا بنستخدمه لتكسير ال piece of works اللي عندنا عشان نوصلها الى smaller piece of works عشان نقدر نمانج ال smaller piece of work. الديكومبوزيشن بيساعدني ان انا ابقى مثلا هفترض ان انا دلوقتي عندي project لتشطيب او معرفش برضو في اللغة العربية ممكن يبقى اسمه ايه، لكن بنتكلم على الفينيشنج بتاع شقة apartment. تمام، to finish an apartment. تمام. طيب انا عندي اعمال نجارة وعندي اعمال بلاط تايلز. تمام، انا عندي كاربينتر وعندي تايلز وعندي كمان اعمال كهرباء electricity وعندي اعمال حاجات كتير. فلما اجي اقول electricity انا ما اعرفش امانج الكتريستي لوحدها كده، انا هبقى محتاج ان انا اكسرها. فممكن لما امسك الالكتريستي اقسمها لنجف وتوصيلات داخل الجدران ومفاتيح الكهرباء وامسك مفاتيح الكهرباء اقسمها لمفاتيح الكهرباء الخاصه بغرف كذا ومفاتيح الكهرباء الخاصه بغرف كذا وهكذا. فالديكومبوزيشن ما هو الا تكسير البيس اوف ورك او البروجكت ورك اللي عندي عشان يبقى فيه سمولر بيس اوف ورك عشان اقدر امانج البيس اوف ورك. طيب
فقال لك ان هو a planning technique that subdivides the project scope and the project deliverables into smaller more manageable components تمام until the project work associated with accomplishing the project scope and the providing the deliverable is defined in sufficient detail to support executing monitoring and controlling the work لحد ما يبقى عندي deliverable او piece of work متعرفة بشكل كافي يسمح بالإكسكيوشن والمونيتور والكنترول يسمح بالتنفيذ والمتابعة والإشراف. قال لك الديكومبوزيشن بيتكون من خمس خطوات. أول حاجة to identify the deliverables and the related work. لازم تبتدي تحدد إيه هي deliverable والأعمال المرتبطة بها. deliverable دي يا جماعة مثلا على سبيل المثال ممكن تبقى الدهانات المفروض تتنفذ في شقه دي كده ديليفربل. طيب الديليفربل دي انا همسكها اكسرها لدهانات خاصه بالريسبشن ودهانات خاصه بغرف النوم ودهانات خاصه بغرف المكتب تمام. فانا ببتدي اشوف ايه الاعمال المرتبطه بالدهانات. فلما اجي اقول في فرق ما بين الديليفربل اللي هي تبقى الحيطان الجدران كلها مدهونة بشكل كويس دي اسمها الديليفربل. طب الاعمال المرتبطه بيها اللي هو بقى عمل لي المعجون والوش الاول والوش الثاني والصنفره دي كلها ريليتد ورك. الديليفربل نفسها ان انا اخد الجدران في النهايه مدهونه. طيب استراكشر اند اورجنايز دبليو بي اس ابتدي كسر ابتدي كون عندك ونظم الدبليو بي اس اللي هنشوفه دلوقتي حالا. انا عارف ان انا كلمتكم على الدبليو كتير بس لسه مش هتخش بس والله هتشوفوه دلوقتي وهتبقوا فاهمين كويس قوي. Decompose the upper WBS level into lower detailed component. ابتدي بقى اكسر الابر ليفل اللي هيبقى موجود عندك للور كومبوننت و develop and assign identification codes WBS component. ابتدي ادي لكل كومبوننت في WBS رقم تعريفي. اخر حاجه verify that the degree of decomposition of the work is necessary and sufficient. ابتدي تأكد ان درجة التكسير اللي انت وصلت لها ركز بقى معايا في اللي جاي دي sufficient ونسيساري يعني كان ليها لازمة اصلا انك تكسرها وتاني حاجة كافية مش محتاج تكسر بعدين necessary يعني كان المفروض فعلا اكسرها تمام و sufficient يعني كافية فعلا ومش محتاجة تكسير تاني بعد كده. طيب تعالوا نشوف يا جماعة عندنا حاجة اسمها الwork package. الورك باكج اللي هي اللي هي حزمه الاعمال اللي هي من الاخر اللي انا هتعامل بيها كوحده من الوحدات اللي هشتغل بيها خلال المشروع. فقال لك is a deliverable or project work component at the lowest level of each branch of the work breakdown structure. طيب عشان انا كلمتكم على الورك بريكداون ستراكشر بشكل زياده ولسه ما شفناهوش تعالوا نشوفه الاول وبعدين ايه نرجع نشوف الجزئيه. ادي بروجكت موجود عندي زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه. انا عندي اهو البروجكت ممكن يبقى فيه فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 زي ما انا عايز. ممكن يبقى فيه ديليفربل 1 وديليفربل 2 وديليفربل 3 وفي سب بروجكت والسب بروجكت باي ذا واي سب بروجكت او فيز بينهرت من تحتيه ديليفربل اللي هي التسليمات اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. ان احنا بنقول مثلا اعمال كهرباء اعمال الدهانات اعمال السيراميك وهكذا. فانا عندي الديليفربل او عندي فيزز بيبقى في منها ديليفربل او سب بروجكت بيطلع منها ايه ديليفربل. طيب لما نيجي نبص على ديليفربل نمبر 3 فور اكزامبل ديليفربل نمبر 3 اللي هي تعالوا نتخيل ان هي اعمال الكهرباء فبيبقى بينهرت منها الورك باكج نمبر 3.1. انا هنا عندي deliverable 3 فلما بيطلع منها work package فببتدي ادي numbers بعد ال 3 ادي numbers بعد ال 3 work package 3.1 3.2 3.3 3.4. ده كده ايه انا مسكت deliverable number 3 دي وكسرتها طلع معايا بعد التكسير كام package كام work package 4 work package. طيب عندي كمان تعالوا نمشي مع deliverable اللي هي تعتبر دي اللي هي تعتبر جايه من تحت فيز 2 فلانها جايه من تحت فيز 2 فبقى الديليفربل 2.2 فديليفربل 2.2 لما جيت اكسرها ادتني 2 نيو ديليفربلز ديليفربل 2.2.1 وديليفربل 2.2.2 ولما جيت اكسر ديليفربل 2.2.1 ادتني 3 ورك باكجز
اديت لهم الارقام كالتالي: Work Package 2.2.1.1 و 2.2.1.2 و 2.2.1.3. دول اللي هم الثلاثة Work Packages اللي طلعوا لي من تحت الديليفربل اللي هو كان 2.2.1 والديليفربل دي ودي طلعت لي من تحت الديليفربل 2.2.2. تمام، ده كده لو مشينا مع الجزء ده. فده اسمه ال WBS او ال Work Breakdown Structure. ده التكسير اللي حضرتك هتعمله، هتبتدي تمسك كل الاعمال اللي عندك في المشروع تحطهم في الليفل ده، وبعدين تمسك كل واحده من اللي في الليفل ده تكسر فيها زي كده. هو فيز 2 طلع لي ديليفربل 2.1 و 2.2 و 2.3، وتمسك كل واحده من دول وتفضل تكسر فيها لحد ما توصل لليفل يبقى خلاص necessary and sufficient التكسير اللي انت عملته، مش محتاج تكسر تاني، والتكسير اللي عملته كان ليه لازمه، مش محتاج ترجع للخلف. خلاص تعالوا نرجع نكمل الفكره بتاعت الورك باكج مره ثانيه. الورك باكج از ديليفربل اور بروجكت ورك كومبوننت ات ذا لوست ليفل اوف ايتش برانش اوف ذا ورك بريك داون ستراكشر. يا جماعه اللوست ليفل اللي هو ايه؟ اللي هو اقل مستوى من المستويات بتاعت البرانش. بس انا مشيت مع البرانش ده كده، او لو انا جيت من بروجكت ومشيت كده مع البرانش، برانش هنا برانشنج برانش، الاقي ده في ايه؟ بتنتهي في الاخر بالورك باكج. خلاص هي ايه؟ فهي ليفل اوف ايتش برانش، ذا لوست ليفل اوف ايتش برانش اوف ذا ورك بريك داون ستراكشر. ذا ورك باكج انكلودز سكادول اكتيفيتيز اند سكادول مايلستونز ريكوايرد تو كومبليت ذا ورك باكج ديليفربل اور بروجكت ورك كومبوننت. الورك باكج دي بتبقى بتنكلود يا جماعه معاها الاكتيفيتيز والمايلستونز اللي انت محتاجها عشان تنفذ الشغل. يعني مثلا يعني لما اجي اقول ان انا وصلت الورك باكج اسمها اعمل او خد سكينه المعجون بتاعه الدهانات في الاوضه الفلانيه، خلاص فخد سكينه المعجون دي كانت الورك باكج. لما تيجي بعد كده تلاقي بقى الورك باكج دي فيها ايه؟ فيها هات معجون وهات السكينه وهات الصنايعي او العامل اللي هيعمل الكلام ده، وتلاقي جواها كل التفاصيل بتاعتها. ليفل ات ويتش ذا كوست اند سكيدول فور ذا ورك كان بي ريلايبلي استيميتد مونيتورد اند كنترول. هو ده الورك باكج دي اللي هي المستوى اللي عنده انا هقدر اعمل كوست وسكادول استيميشن بشكل ريلايبل، وهقدر كمان امانج الكلام ده. تمام، طيب ده كده الورك بريك داون ستراكشر. احنا هندخل على البروسيس اللي اسمها كرييت دبليو بي اس، دي هنخليها بعد البريك يا جماعه. ناخد بريك دلوقتي، نرجع ان شاء الله الساعه 8:05. ترى الناس سمعني؟ احنا دلوقتي هنبتدي في البروسيس اللي اسمها كرييت دبليو بي اس. كرييت دبليو بي اس احنا بنبص على الاوتبوت، لقينا عندنا ان احنا محتاجين نطلع حاجه اسمها سكوب بيز لاين. سكوب بيز لاين اللي احنا لسه شارحينه من شويه، اللي هو بيتكون من سكوب ستيتمنت، ابروفد سكوب ستيتمنت، WBS WBS ديكشنري. يعني احنا هنا البروسيس اسمها كرييت دبليو بي اس، الاوتبوت عندي سكوب بيز لاين. فين الدبليو بي اس؟ جوه السكوب بيز لاين، جوه السكوب بيز لاين. طيب البروجكت دوكيومنتس ابديتس احنا بنعمل ابديت في مين؟ بنعمل ابديت في الاسامبشن لوك والريكويرمنتس دوكيومنتيشن. بنعمل ابديت في الاسامبشن لوك والريكويرمنتس دوكيومنتيشن. طيب البروجكت مانجمنت بلان بتنكلود سكوب مانجمنت بلان، والبروجكت دوكيومنت بتنكلود بروجكت سكوب ستيتمنت اللي هي المفروض طلعت من البروسيس اللي فاتت، وريكويرمنتس دوكيومنتيشن اللي هي طلعت من البروسيس اللي قبلها، واي اف واو بي اي، اي اف واي واو بي. طيب احنا هنستخدم ايه مع الانبوتس دي عشان نطلع الاوتبوتس دي؟ هنستخدم الاكسبرت جادجمنت والديكومبوزيشن. decomposition اللي احنا لسه شارحينه من شويه، اللي هو تكسير الديليفربل اللي عندنا لحد ما نوصل للورك باكج اللي يبقى الديكومبوزيشن بتاعها necessary and sufficient. طيب عشان برضو يعني انا من ضمن الحاجات اللي دايما بقولها كده بالعاميه، كسر في المتكسر لحد ما ينفعش انه يتكسر، لحد يبقى ما ينفعش انه يتكسر. دي الحته اللي انا دايما بقول عليها في الحته بتاعت الديكومبوزيشن، ان انا بمسك
الحاجة اللي عندي وأكسر فيها وأكسر في المتكسر لحد ما يبقى ما ينفعش أكسر أكتر من كده. تمام؟ طيب إحنا من شوية شرحنا الـ WBS، تمام، اللي هو كان أهو ده WBS، ده WBS ده إحنا اللي عايزين نعمله. يعني إحنا المفروض داخلين البروسيس دي عندنا إيه؟ عندنا Project Management Plan وجواها Scope Management Plan، معانا Scope Statement، معانا بيان نطاق أعمال المشروع اللي هو عبارة عن كلام يعني شبه مقالي شوية موجود في الـ Project Scope Statement، ومعايا Requirements Documentation اللي هي وثائق المتطلبات اللي أنا جبتها من الـ Process اللي اسمها Collect Requirements، ومعايا EFOB. أمسك كل دول وأطبق على ال deliverables اللي عندي decomposition عشان اطلع ال WBS اللي عندي، عشان اطلع ال WBS اللي عندي. تمام؟ طيب انا عايز اطلع ال WBS. طيب نعرف ايه هي ال benefits بتاعت ال WBS. WBS يا جماعه تاني اهو، ده ال WBS اللي انا عايز اطلعه، خلاص تاني. طب نرجع كمان خطوه للخلف اهو، انا هنا بقول لك ايه، بقول لك ان الـ approved detailed project scope statement and its associated WBS and the WBS dictionary from the scope baseline form the scope baseline for the project. يعني scope baseline اللي هو موجود عندي في الاوتبوت هو يبقى موجود في ايه؟ موجود في الـ scope statement والـ associated WBS and WBS ايه dictionary. تمام؟ تعالوا تشوف ايه هي الـ benefits of using WBS، يعني ايه اللي انا هستفيده ان انا بستخدم الـ WBS. اول حاجة انه بيبروفايد structure for planning the project، بيساعدك او بيديلك structure تقدر من خلاله تعمل planning للproject. تاني حاجة provides a basis for signing for assigning work to groups and individuals. هو الأساس اللي انت بتعتمد عليه لما تيجي تتقسم الشغل وتوزعه على المجموعات والأفراد اللي عندك. Provides a basis for preparing estimates, calculating costs and measuring the progress of work. هو ده اللي انت بناء عليه بعد كده هتعمل cost estimation، وتبقى تعمل calculation للcost اللي بالفعل اتصرف، وتبتدي تميجر البروجريس بتاع البروجكت اكوردنج للتقسيمات او للورك باكجز اللي موجوده في ال WBS. Clarifies rules and responsibilities for personnel، يعني بيوضح ادوار ومسؤوليات الافراد اللي موجودين عندك في المشروع، لانك انت بتبتدي تقول لكل واحد انت مسؤول عن الباكج او الورك باكج 2.2.1، خلاص بقى معروف ان الباكج دي مسؤوليه فلان. تمام؟ طيب defines the project scope and thus provides a mechanism for assessing the impact of proposed changes. تمام؟ هو بيساعدك انك تديفاين بروجكت، defines the project scope and thus provides a mechanism for assessing the impact of proposed changes. يعني لو حصل بعد كده اي تشينج فانت على الاقل خالص لما تبقى عارف ان التشينج ده حصل، مثلا هنشوف هنا كده، لو انت جالك تشينج في deliverable 2.2 مثلا، انت بقيت مبدئيا كده عارف ان اكيد 2.2.1 هتتاثر، وبالتالي كل اللي تحتها، وديليفربل 2.2.2 هتتاثر وكل اللي تحتها. تمام؟ طيب انا بقى لو ما كانش عندي التقسيمه دي كنت هعرف ان التشينج اللي بيحصل في ديليفربل 2.2 هياثر على كل دول؟ لا، انا هنا هو ساعدني في ان انا اعرف ايه هي الكونسيكونسز اللي هتحصل نتيجه التشينج المعين. آخر حاجة خالص provides data for projecting costs and activities needed on future similar projects. طبعا ده بيساعدك انك تبتدي تعمل نوع من انواع المناظرة ما بين ال WBS ده و WBS تاني في مشروع تاني في المستقبل، وتبتدي تاخد الداتا بتاعت المشروع ده تسقطها على المشروع التاني. طيب ده sample من ال WBS بس في شكل tabular form، مش الشكل اللي فات. الشكل اللي فات ده بنسميه tree او ال او الاورجانيزيشن ستراكشر او WBS ستراكشر، ده هو شكل الشجره. تمام؟
لكن الشكل اللي عندي ده اسمه tabular form. تمام؟ طيب في tabular form انا عندي الليفل الاولاني اللي هو ده اللي بيناظر اول ليفل موجود عندي في WBS. اول حاجه احنا هنعتبر ان احنا عندنا هنا project لانترنت، احنا عايزين نعمل انترنت. انترنت ده تقدر تعتبره كده زي سوفت وير سيستم حضرتك هتستخدمه او انفورميشن سيستم حضرتك هتستخدمه داخليا جوه الشركه. فلما نيجي نبص على الليفل الاولاني عندنا حاجه اسمها الكونسبت، عندنا حاجه اسمها ويب سايت ديزاين، ويب سايت ديفلوبمنت، رول اوت وسبورت. تاني كونسبت، ويب سايت ديزاين، ويب سايت ديفلوبمنت، رول اوت اند سبورت. دي كده الحاجات الاساسيه المين ديليفربل. تمام؟ لما جينا مسكنا الكونسبت لقينا ان الكونسبت قدرنا نكسره لمجموعه من الحاجات، كانت ايفالويت كرنت سيستم، ديفاين ريكويرمنتس، define specific functionality, define risks and risk management approach, develop project plan, brief the web development team. ولما جينا مسكنا define requirements وبدأنا نكسرها لقينا ان في define user requirements, define content requirements, define system requirements, define server owner requirements. تمام؟ اللي هي ايه التكسير اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. ايه هو بقى WBS ديكشنري؟ اللي فات ده كان الدبليو بي اس، ايه هو بقى الدبليو بي اس ديكشنري؟ الدبليو اكس ديكشنري هو من اسمه كده كانه قاموس للدبليو بي اس، كانه هو المانيفستو بتاع الدبليو بي اس، هو اللي انا ببتدي اخد كل كومبوننت موجوده في الدبليو بي اس والاقي معلومات عنها في الدبليو بي اس ديكشنري. قال لك دوكيمنت ذات ديسكرايب ايتش كومبوننت ان ذا دبليو بي اس. For each WBS component, the WBS dictionary includes a code of account identifier. بيبقى ليه ايه؟ كود حسب الرقم بتاعه والتسلسل بتاعه. Statement of work يعني بيان الأعمال الخاص بالورك باكج دي. Responsible organization مين الجهة أو الشخص المسؤول عن الورك باكج دي. والليست اوف سكادول مايلستونز، لو في سكادول مايلستون موجوده وذن الورك باكج دي، ايه المايلستون دي يا جماعه؟ برضو هي حدث رئيسي. حدث رئيسي يعني اللي هو ايه بقى؟ انت مثلا لو بنتكلم في موضوع الكهرباء، انتهاء التوصيلات داخل كل الحيطان ده ممكن يبقى مايلستون. الاضاءه والتشغيل والتجريب والدنيا دي كلها ممكن تبقى انذر مايلستون. طيب الحاجات اللي فاتت دي كانت مانداتوري لازم تبقى موجوده، الحاجات اللي جايه دي ممكن تبقى موجوده. تمام؟ زي contract information، لو انا شغال في work package ليها معلومه معينه او متعلقه بمعلومه معينه في العقد. quality requirement، لو في quality requirements موجوده او في متطلب معين للجوده خاص بالwork package دي. technical reference to facilitate performance of the work، technical reference to facilitate performance of the work، لو في تفاصيل فنيه. يعني نرجع لمين؟ نرجع لمين لما نتزنق في الحته بتاعت دي؟ يعني مثلا هنا في حته كده ليها علاقه بالازاز، قال لك لو في اي مشكله كلم فلان عشان نشوف ايه الشغل او يسهل لنا الشغل. ليست اوف اسوشيتد سكادول اكتيفيتيز، تمام؟ لو في اي اكتيفيتيز ثانيه جوه الورك باكج دي، هنعرف بعد كده ان الورك باكج دي بيبقى جواها مجموعه من الاكتيفيتيز، هي طبعا بس بعد كده بيبقى في ليست اوف اكتيفيتيز ويذن افري ورك باكج. ريسورسز ريكوايرد، ايه هي الريسورسز ريكوايرد لتنفيذ الورك باكج دي؟ على سبيل المثال ممكن تبقى عمالة، ممكن تبقى معدات، ممكن تبقى ماتيريال، ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى اي حاجة. Estimate of cost اللي هو تقدير تكلفة التنفيذ الورك باكج دي. طبعا زي احنا شفنا كان سكوب لاين يا جماعة، Approved Scope Statement plus WBS plus WBS Dictionary يديني ايه؟ يديني سكوب لاين. أو approved scope statement WBS WBS dictionary يديني إيه؟ يديني scope baseline. كده إحنا خلصنا الأربعة processes اللي في planning، اللي هما كانت أول واحدة هي إيه؟ plan scope management، تاني واحدة كانت collect requirements، تالت واحدة define scope، رابع واحدة create WBS. plan scope management، collect requirements، define scope، create WBS. هننتقل دلوقتي للاثنين بروسيسز اللي موجودين في ايه؟ اللي موجودين في المونيتور اند كنترول بروسيس جروبس. The process of formalizing acceptance of the completed project deliverables. من الاخر المطلوب من البروسيس دي انك يبقى معاك formal acceptance من اي project deliverable completed، يعني خلصانه.
التسليمات المنتهيه يبقى معاك ليها فورمال اكسبتنس. فورمال اكسبتنس يعني ايه؟ يعني موافقه مكتوبه على استلام الديليفربل دي. موافقه مكتوبه على استلام الديليفربل دي. طيب احنا طبعا عندنا حته هنا تريكي كده شويه، لان احنا عندنا بروسس ثانيه اسمها فيريفاي ديليفربل، تمام؟ فهيقول لك ايه الفرق ما بين الفاليديت سكوب والفيريفاي ديليفربل اللي هي في الكواليتي كنترول. دي هنتكلم عليها في البروسس بتاعت الفيريفاي ديليفربل في كواليتي كنترول. طب تعالوا نشوف بس هنا كده عندنا ايه الاوتبوتس اللي موجوده عندي. عندي اكسبتد ديليفربلز، انا بفاليديت السكوب والمفروض اطلع بايه يا جماعه؟ بفورمال اكسبتنس. فشيء طبيعي ان انا يكون عندي اكسبتد ديليفربل اللي هي التسليمات اللي تم الموافقه عليها واستلمها. ورك بيرفورمانس انفورميشن، واحنا قبل كده اتكلمنا عن الورك بيرفورمانس انفورميشن والورك بيرفورمانس داتا وقلنا ايه العلاقه بينهم وبين بعضهم، وقلنا ان الداتا دي بتبقى رو داتا ما فيهاش اي دلاله او حاجه تقدر تفهم منها حاجه، بس لما بنبتدي نعمل لها بنش ماركينج او كومبيرنج او ريفرنس بنبتدي نطلع الورك بيرفورمانس انفورميشن اللي هي ذات الدلاله، تمام؟ المعلومات اللي هي ذات الدلاله. ودايما لما تيجي تشوف ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوت هتلاقي دايما ورك بيرفورمانس داتا في الانبوت. معناها ايه؟ معناها ان الداتا اللي كان مالهاش معنى هنا تم معالجتها هنا وبقى ليها معنى هنا اللي هي الورك بيرفورمانس انفورميشن. الداتا اللي كان مالهاش معنى هنا اللي هي ايه؟ ورك بيرفورمانس داتا، تمام؟ تم معالجتها هنا وبقى عند ليها هنا معنى عندي اللي هو ورك بيرفورمانس انفورميشن. كمان عندي ايه؟ تشينج ريكوستس. تشينج ريكوستس دي للايه؟ للبروسيسز سوري للديليفربلز اللي نوت اكسبتد. مش انا ممكن اجي اسلم ديليفربل تطلع غير مطابقه للمواصفات فتترفض، ففي الحاله زي دي هبقى محتاج اعمل المطلوب، فعشان اعمل المطلوب ده ممكن يكون محتاج تكلفه، محتاج وقت، محتاج بشر، فهعمل تشينج ريكويست اللي هو طلب تغيير. طلب تغيير ده اللي هو زياده التكلفه او زياده العماله او زياده الوقت عشان ابتدي اخلص الديليفربل اللي هي ما اتقبلتش. طيب البروجكت دوكيمنت ابديتس، بعمل ابديتس في الدوكيومنتس دي اذا كان هناك حاجه للابديت اللي هي ليسنز ليرنينج ريجستر اللي هو سجل الدروس المستفاده، والريكويرمنتس دوكيومنتيشن اللي احنا طبعا عارفينها ولسه قايلين عليها، والريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس. والريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس، طب ايه هي الانبوتس اللي عندي؟ الانبوتس اللي عندي هي بروجكت مانجمنت بلان اللي هي بتنكلود سكوب مانجمنت بلان، ريكويرمنتس مانجمنت بلان، وسكوب بيز لاين. سكوب بيز لاين اللي احنا لسه مطلعينه شويه. Project Documents اللي هي Lessons Learned Register، Quality Reports، Requirements Documentation، Requirements Traceability Matrix، تمام؟ كل دي within ال Project Documents، تمام؟ Verified Deliverables، Work Performance Data. Work Performance Data احنا لسه قايلين عليها ان هي لما بتبقى موجودة عندي في ال Input لازم الاقي في ال Output Work Performance Information او العكس. انفورميشن في الاوتبوت يبقى لازم يبقى في ورك بيرفورمانس داتا في الانبوت. الحته اللي انا كلمتك عليها من شويه قبل ما ادخل في البروسيس دي اللي هي الفيريفايد ديليفربلز دي بيبقى هي الاوتبوت بتاع البروسيس اللي اسمها كواليتي كنترول، سوري كنترول كواليتي، تمام؟ كنترول كواليتي. طبعا احنا بيجي لنا من هناك فيريفايد فبنعمل لها فاليديشن، وهنعرف الفرق ما بين الفيريفايد ديليفربل والفاليديتد سكوب. هنا في حاجه وهنا في حاجه ثانيه مختلفه. تمام؟ ايه التولز اللي عندي؟ انسبكشن اللي هو الفحص، وديسيجن ميكنج اللي هي يعتبر عندنا هنا الفوتنج. الفوتنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن تبقى مثلا في لجنه بتستلم، اللجنه اللي بتستلم دي مكونه من 5 افراد تعرفوا عليه، فبيبتدوا يعملوا فوتنج بناء على احنا الكلام ده اكسبتد اور نوت. تمام؟ فانسبكشن اللي هو الفحص، والديسيجن ميكنج اللي هو يعتبر عندنا هنا الفوت. طيب انسبكشن، نيجي نتكلم عن انسبكشن. قال لك تكنيك فور examining or measuring to verify whether an activity component, product, result or service conforms to specified requirements اللي هو الفحص. انا هنا بكلمك عن الفحص يا جماعه، بكلمكم عن الفحص. انت بتتاكد بتبتدي تفيريفاي اذا كانت كل حاجه اتعملت زي ما انت عايزها او زي ما السبيسيفايد ريكويرمنتس بتقول. ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن
activities to determine whether results conform to requirements, هل النتائج مطابقة للمتطلبات, are often called the conduct, often called the product reviews, audits, and walkthrough. Purpose is to specifically identify deficiencies, gaps, and errors against the project documentation. الهدف الأساسي منها أنها تطلع الـ gaps و deficiencies. They should encompass security and and the inspection هنا لازم بيتضمن انك تعمل الاكسبتابيليتي اللي هي قابله للقبول او ان هي كده يعني ينفع انها تتقبل of the project under review. طيب ندخل على البروسيس الاخيره اللي هي control scope. Control scope is a process of monitoring the status of the project and the product scope and managing changes to the scope baseline. طيب انا عايز اقول حاجه, احنا برضه في اداره المشروع, هل احنا مثلا بنقعد بقى نستنى النتيجه النهائيه تطلع, ولما النتيجه النهائيه تطلع بنقعد نقول والله لا دي طلعت مش مطابقه ارجع عيد من الاول تاني؟ ما انا لازم ابقى عندي نوع من انواع المونيتور على الشغل اللي بيحصل عشان اضمن ان هو ما يخرجش عن نطاق الاعمال. طيب انا هنا كمان بتكلم مش ان الحاجه النهائيه تطلع غير مطابقه, لا انا بتكلم ان الشغل نفسه يفرد مني من غير ما انا ابقى عندي كنترول عليه. يعني انا افترض ان في جدول زمني, والجدول الزمني دوت المفروض يكون مثلا ان انا اخلص خلال شهرين ونص. انا مش هستنى لحد ما الشهرين ونص يبقوا قبل الشهرين ونص بيوم ولا اسبوع عشان اشوف اذا كنت انا خرجت عن الجدول الزمني او انحرفت ولا لا. انا المفروض بعمل مونيتورنج. طب ده فيما يخص الجدول الزمني, فيما يخص السكوب تقصد ايه؟ اقصد الاعمال نفسها. يعني انا مثلا افترض ان انا المفروض حد يقوم بتكسير غرف معينه في مبنى, هل انا المفروض ادي التاسك وبعدين اجي في الاخر اشوف الغرف دي تم تكسير البلاط بتاعها حسب المطلوب ولا لا, ولا ابقى بتابع؟ لان ممكن الاوردر يوصل غلط, ممكن اللي بينفذ عنده سوء فهم, ممكن انا ما اكونش وصلت الموضوع بشكل كويس, ممكن اي حاجه من الحاجات دي. تمام, فبيبقى ايه النتيجه او ايه اللي بيحصل؟ ممكن تلاقي ان هو كسر بلاط وغرف تانية, ممكن ان هو كسر بلاط وغرف اكتر, او كسر كل البلاط, او كسر بطريقة غير المطلوبة. فانت دايما بتبقى محتاج تكنترول السكوب اللي بيحصل. هتقولي طب ما هو ده سكوب, هو ده كده طريقة الشغل نفسها. هقول لك ما هو السكوب بيدخل فيه كل حاجة, بيدخل فيه طريقة الشغل, وبيدخل فيه حجم الاعمال ونوع الاعمال وطريقة تنفيذ الشغل. تمام, طيب انا افترض برضو ان حضرتك طالب ان غرف معينه تدهن بلون مثلا احمر, وغرف تانية تدهن بلون اصفر, وهكذا. طيب الاحمر ده جاي لك في المواصفه كود معين انت المفروض بتطبقه. فانت والله لما جيت تطبق الكلام دوت وريت للراجل اللي هينفذ الكلام ده, وهو بدا يخلط اللون الاحمر واشتغل. طيب هل انا اسيبه بقى لحد ما يدهن كله وفي الاخر اكتشف ان درجه اللون غير مطابقه, ولا المفروض اعمل كنترول على الشغل اللي بيحصل ده بحيث ان هو ما ينحرفش وابقى دايما بتحكم في اي حاجه بتحصل؟ طيب المفروض ان الشغل مثلا, او المفروض ان عامل ده بيطلع لي في اليوم 30 متر مثلا حجم الانجاز بتاعه في اليوم, او حجم الانتاجيه بتاعته في اليوم 30 متر. تمام, انا المفروض ان انا بتابع ان ده بيحصل, بدل ما العامل ده يروح يشتغل في اتجاه غلط او يشتغل بمعدل غلط, فبدل ما يطلع لي 30 متر يطلع 20 متر, ويجي يقول لي يا باشمهندس ما انا كنت فاكر ان انت المفروض او انت عايز كذا. فكل دي يا جماعه بتبقى سكوب او انكنترولد سكوب تشينجز. تمام, طيب انا محتاج ان انا اكنترول السكوب بحيث انه ما يحصلش فيه كده. فكنترول سكوب از ذا بروسيس اوف مونيتورنج ذا ستاتس اوف ذا بروجكت اند ذا برودكت سكوب اند مانجينج تشينجز تو ذا سكوب بيز لاين. ان انا ما اخليش التشينجز تحصل للسكوب بيز لاين الا بالشكل المتفق عليه. طيب عندي هنا ايه؟ عندي ورك بيرفورمانس انفورميشن. وانا قلت اول ما الاقي ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوت يبقى اذن هلاقي عندي ورك بيرفورمانس داتا فين؟ في الانبوت. طيب عندي كمان ايه هنا؟ تشينج ريكويستس. تشينج ريكويستس نتيجه ايه؟ نتيجه ان في حاجات معينه انا عايز امنع انها تحصل. ممكن على فكره يا جماعه يكون الخطا في التخطيط, يعني انت لما تيجي الناس تنفذ تبقى بتنفذ اللي انت قلته فعلا بدون اي اخطاء,
بس اللي انت كنت مخططه اصلا او الديزاين بتاعك فيه مشكله، فانت هنا بتكتشف الخطأ بدري قبل ما يترتب عليه نتائج تانيه، وتبتدي تعمل تشينج ريكوست للديزاين نفسه او للخطه نفسها. وبالتالي انت هنا دايما بيكون عندك ورك بيرفورمانس انفورميشن، نتيجه ان انت بتكولكت ديتا مش عارف ايه، انت هنا قست الترابيزه وقست الابعاد وقست كده، دي كلها ديتا، فبتدي تعمل لها فارينس اناليسيس وترند اناليسيس. فارينس اناليسيس وترند اناليسيس يا جماعه، فارينس اللي هو تحليل التباين، تحليل التباين انك تعرف الفروق ما بين اللي انت الحاجه الواقعيه والحاجه المخططه. الترابيزه المفروض كان يبقى عرضها، المكتب كان المفروض يبقى عرضه، عشان في ناس سالت يعني ايه ترابيزه؟ ترابيزه يا جماعه بالمصري اللي هي منضده، تيبل، تمام؟ احنا في مصر بنقول ترابيزه بس اللي هي منضده وتيبل، خلاص؟ فالتيبل اللي عندي المفروض يبقى الويدث بتاعها 120 سنتي، فانا لما جيت عملت ميجرنج طلعت 125 123 119 وهكذا. فانا الفارينس اناليسيز ان انا ابتدي اطرح القيم دي كلها من الستاندرد او ريفرنس فاليو بتاعتي اللي هي ال 120، فابقى عملت نوع من انواع الفارينس اناليسيز، عرفت ايه الفروق ما بين اللي المفروض يحصل واللي حصل فعلا. الترند اناليسيز ان انا ببتدي اتتبع التغيير مع الزمن، فببتدي اشوف ان ممكن يكون ده خطا حصل بشكل استثنائي في الوضع ده، ولا ده خطا متزايد، ولا ده خطا متناقص، ولا ايه. فانا بتبع هنا الترند بتاع التشينج او الترند بتاع الانحراف اللي حصل. لو على سبيل المثال الترابيزه الاولى طلعت لي 120، الترابيزه الثانيه 121، الثالثه 122، 123، 124، فانا هنا عندي ترند، انا عندي الخطا في تزايد، يعني الخطا مش ثابت. يعني مثلا انا ممكن كانت التيبل الاولانيه تطلع لي 121، واللي بعدها 121، واللي بعدها 121. اذا هو في هنا خطا ثابت بيتكرر كل مره. الخطا الثابت ده ريليتد بايه؟ بمثلا المعده اللي انا بشتغل بيها، المقاسات بتاعتها والكاليبريشن بتاعها مش مظبوط. غير ان انا يبقى عندي خطا متزايد، ان انا كل مره بيبقى في خطا بيتضاف على الخطا اللي قبله، فانا لو ما قدرتش اعمل له كنترول في اخر المشروع ممكن الاقي الترابيزه دي 150 سم، تمام؟ فدي فكره الترند اناليسيس، ان انا بتتبع او بشوف هل في ترند او اتجاه معين للانحراف اللي حاصل عندي هنا ولا لا. خلاص، طيب احنا كده قلنا ايه؟ قلنا ورك بيرفورمانس انفورميشن، وقلنا ان يكون عندنا تشينج ريكوستس عشان اقدر اعالج بيها او امانج بيها اللي بيحصل عندي. بروجكت مانجمنت بلان ابديتس، انا هنا بقى بروح اعمل ايه يا جماعه؟ بعمل ابديت في البلان بتاعت المشروع كلها، اللي هي بتبقى اصلا مكونه من مجموعه من الخطط الفرعيه. فانا هنا بروح اعمل بروجكت مانجمنت بلان ابديت. هو انا الخطه دي بتعمل فيها ابديت؟ اه طبعا. انا لسه شارح لك اول ما كنا خدنا البي ام بي، اللي هي مش البي ام بي اللي هو الكورس، البي ام بي اللي هي اختصار بروجكت مانجمنت بلان. البروجكت مانجمنت بلان لما واجهتنا في الاول خالص واحنا بنعمل بلان سكوب مانجمنت، قلت لك ان في هنا حاجه الطبيعه بتاعت المشروع اسمها بروجريسيف الابوريشن، وهو انك بتحسن في الخطه كل شويه كل ما خدت من تفاصيل اكتر وهكذا. فانت هنا في مرحله الكنترول سكوب اكيد عديت على حاجات كتير، وعندك هنا حاجات تو بي ابديتد. فين في السكوب مانجمنت بلان، وفين في السكوب بيز لاين، وفين في السكادول بيز لاين، والكوست بيز لاين، والبرفورمانس ميجرمنت بيز لاين. فانت قاعد دلوقتي بتسمعني بتقول ايه كل البيز لاين دي، انت ما جبتش سيرتها قبل كده. ما انا هرجع تاني واقول لك ان الحاجات دي يا جماعه مش لازم نبقى جبناها. يعني احنا في كنترول سكوب احنا مش كده، دي مش دي خامس بروسيس احنا بنشتغل عليها فعليا. يعني دي مش البروسيس رقم مثلا خمسه او سته او سبعه اللي احنا بنطبقها لما بنيجي نشتغل في المشروع. احنا المفروض نكون رحنا نفذنا كل الشغل وجايين دلوقتي بنعمل كنترول على السكوب، او بننفذ الشغل بالفعل ماشيين ان بارلل بنعمل كنترول على السكوب. وبالتالي المفروض اصلا ان انا ما كنتش هبدا شغل الا وانا عندي سكوب بيز لاين وسكاتول بيز لاين وكوست بيز لاين وبرفورمانس ميجرمنت بيز لاين، اللي هم الثلاثه دول مضروبين في الخلاط مع بعض، سكوب بيز لاين وسكادول بيز لاين وكوست بيز لاين، الثلاثه مع بعض بيشكلوا بيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين، تمام؟ طيب فالحاجات كلها there is a need to be updated then go and update them. اوكي؟ project documents updates. project documents updates بعمل ابديتس في الدوكيمنتس بتاعت البروجكت اللي انا اصلا برضو محددها. انا داخل هنا اصلا بايه؟ داخل هنا بكومبوننت اهو project management plan و project documents، فبرضو كل اللي انا بعمله انا بعمل لهم هنا ابديت، تمام؟ فانا هنا بابديت lessons learned register requirements documentation requirements traceability matrix،
وكان عندي ايه هنا في الانبوتس يا جماعه؟ عندي بروجكت مانجمنت بلان اللي هي بتنكلود سكوب مانجمنت بلان، ريكويرمنتس مانجمنت بلان، تشينج مانجمنت بلان، كونفيجريشن مانجمنت بلان، سكوب بيز لاين، بيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين. بيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين وسكوب بيز لاين احنا يعني شفناهم او لسه متكلمين عنهم. ريكويرمنتس مانجمنت بلان وسكوب مانجمنت بلان برضو دول احنا عارفينهم. ايه بقى التشينج مانجمنت بلان والكونفيجريشن مانجمنت بلان؟ دي نوع برضو من انواع البلانز، ناخدها في الانتجريشن ان شاء الله في اخر محاضره، بس هي متعلقه كلها بخطه اداره التغيير وخطه اداره الكونفيجريشن بتاعه البرودكت بتاعي. مش هندخل في تفاصيل كتيره قوي، بس خلينا نبقى نفهمها ساعتها. انت مش هيفرق معاك حاجه خالص انك تبقى بتتعامل هنا مع حاجه اسمها كونفيجريشن مانجمنت بلان وقت ما نيجي نفهمها، وقت ما نيجي وقتها نفهمها ان شاء الله. طيب، وكان عندي ورك بيرفورمانس داتا واو بي اي هنا. فدي كل الانبوتس اللي موجوده عندي، ودي كل الاوتبوتس اللي موجوده عندي، ودي التولز اللي احنا لسه شارحينها اللي هي الفارينس اناليسيس والترند اناليسيس. من الحاجات اللي دايما بخشى منها في اي مشروع هي السكوب كريب. ايه هو السكوب كريب؟ اللي هي الانكنترولد تو ذا سكوب، انكنترولد تشينجز تو ذا سكوب. هي الايه انكنترولد؟ على سبيل المثال حضرتك مدير المشروع وشغال في المشروع ومدي تعليمات ومدي مواصفات لكل الناس اللي شغالين تحتك، وعدى بقى مين؟ حتى الباشا، حتى الاونر، قال لهم ايه ده؟ انتوا ايه اللون اللي انتوا عاملينه ده؟ لا انا عايز اللون الفلاني. طيب الناس بقى طبعا بصت لقت ان قدامها الاونر نفسه هو اللي بيقول فنفذ يابا، ملناش دعوه، خلاص ده الاونر. تمام؟ طبعا ده تشينج انكنترولد بالنسبه لك، وبيمثل سكوب كريب، ومع الوقت لو ده بقى موجود كتير هيبقى كانه زي الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم كده، بيلتهم مدير المشروع. هو ده بيقضي على مدير المشروع، لان اكتر حاجه مدير المشروع يخشى منها او يقلق منها هي الانكنترولد تشينجز. انكنترولد تشينجز يعني انا مثلا ابقى شغال والناس بتنفذ، والعميل منهم العميل موجود في نفس المكان اللي الناس بتنفذ فيه، العميل طلب حاجه والحاجه دي هم كناس بتنفذ ما يعرفوش الكونسيكونسز بتاعتها فراحوا عاملينها، فجيت انا بعد كده بقول لهم طب ده ازاي؟ لا ما هو قال لنا. طب ما هو لما يقول لكم المفروض ان كنتوا تقولوا له يجي يقول لي، مش ان انتوا تنفذوا دايركت، لان كل واحد كل طلب بيبقى ليه كونسيكونسز معين. فاحنا محتاجين ان احنا نكنترول التشينجز. طبعا عايز اكد لك يا جماعه مفيش مشروع ما فيهوش تشينجز، ومفيش خطه ابدا بتتحط المشروع وفي اخر المشروع بتبقى هي اللي اتنفذت بالحرف الواحد، ابدا. لازم يحصل تشينجز، ولازم يحصل ديفيشن، ولازم يحصل حاجات كتيره جدا، بس اهم حاجه ان التشينجز دي تمر من حاجه اسمها بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. دي بروسيس موجوده عندنا في الانتجريشن وهناخدها في اخر نولج اريا ان شاء الله. بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول اللي هو يا ريت يبقى التشينج بتاع حضرتك ده انتجريتد. يعني ايه انتجريتد؟ يعني بيراعي كل الامور الاخرى. حضرتك جيت النهارده غيرت مقاس الباب من غير ما تنسق مع كل حاجه هتترتب عليه، فلما جينا احنا بندخل الفرنيتشر من الباب بالمقاسات الجديده فشلنا. فكان المطلوب من حضرتك انك لما تيجي تغير مقاس الباب تقوم تمشي من البروسيس اللي اسمها بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول، عشان تقدر تشوف ايه هي العقبات، ويا اما يترفض التشينج بتاع تغيير مقاسات الباب اللي هو الدور دايمنشن، يا اما ان الحاجات اللي مترتبه على المقاس ده هي كمان تبتدي تعمل تشينجز عشان تتناسب وتبقى متكامله مع اللي حصل. تمام؟ فالمهم يا جماعه ان احنا لو هيحصل تشينجز يمر من خلال البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. والنقطه المهمه هنا ان زي ما احنا قلنا طالما هو السكوب بقى بيز لاين، بقى عندنا سكوب بيز لاين، ما ينفعش تعمل له اي تشينج غير من خلال بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول اللي هناخدها ان شاء الله في الانتجريشن. طيب عندنا حاجه في الاخر اللي هي الفارينس اناليسيس. فالفارينس اناليسيس اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه يعني ممكن تبقوا تقروها في النهايه، احنا ما يعني قلنا اللي موجود فيها دي البروسيسز اللي موجوده عندي: بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، كريت دبليو بي اس، فاليديت سكوب. ممكن نعمل هنا فاصل كده يا جماعه، اللي هو اللي فوق ده كله بلاننج، وبعدين رحنا عملنا اكسكيوشن، وبعدين جينا في المونيتور عند كنترول ونفذنا فاليديت سكوب وايه وكنترول سكوب. تمام؟ سكوب مانجمنت بروسيسز انكلودز ذا بروسيسز ذات انشور ذات اول ورك ريكويرد اند اونلي ورك ريكويرد
is included to complete project successfully. No more, no less. Efforts guided by scope management plan. طيب هنا احنا هنتكلم عن حته مهمه ليها علاقه شويه يا جماعه بالبريدكتيف والادابتيف او الاجايل. طبعا الاثنين اللي دايما على طرفي، مش هنقول طرفي نقيض، بس يعني خلينا نقول حاجه. اللي كان ساري في عالم اداره المشروعات لحد فتره مش بعيده هو البريدكتيف او الواتر فول ابروتش. ايه البريدكتيف او الواتر فول ابروتش؟ زي ما احنا شرحنا في الاول، هو ايه؟ هو ان حضرتك بتعمل كولكتنج لكل الريكويرمنتس في الاول، وتعرف كل حاجه عن المشروع، وبعدين تبتدي في التنفيذ وتخلص خالص، وبعدين تبتدي تيجي تسلم، ولو في اي غير مطابقه بتبتدي تظبطها. فطبعا الادابتيف او الاجايل جه غير الفكره دي وقال لك خد ريكويرمنتس للحاجات المهمه بس في الاول وابتدي نفذها، وبعدين نروح وريها وخد الفيدباك، وخد شويه ريكويرمنتس اضافيين كانوا اقل اهميه من الريكويرمنتس اللي في الاول، وابتدي روح برضه نفذهم واعمل ابديتس في الجزء الاولاني اللي انت عملته، او اعمل امبروفنج اسبير الفيدباك من الكاستمر او الاونر او السبونسر، وارجع تاني دي فيرجن تاني فيه الريكويرمنتس الاولى والريكويرمنتس الثانيه والتظبيط بتاع او الامبروفمنت بتاع الريكويرمنتس الاولى، وخش على الفيز الثالث او الايتريشن الثالث واعمل نفس الكلام، وهكذا لحد ما تخلص المشروع. تمام؟ فقال لك ايه؟ قال لك ان البروجكت لايف سايكلز كان رينج along a quantum from predictive approaches to one end to adaptive or agile approaches at other end. يعني ايه؟ يعني انت في خلال البروجكت ممكن تستخدم البريدكتيف في جزء من البروجكت، او تستخدم الادابتيف في جزء ثاني من البروجكت. يعني ممكن مش شرط المشروع كله يبقى ماشي ادابتيف او بريدكتيف. In the predictive life cycle, the project deliverables are defined at the beginning of the project and any changes to the scope are progressively managed. زي ما لسه شرح لك من شويه. In an adaptive or agile life cycle, the deliverables are over multiple iterations where a detailed scope is defined and a route for each iteration when it begins. اللي انا لسه قايله لك من شويه. طيب في الادابتيف او الاجايل 3 بروسيسز اللي هي كولكت ريكويرمنتس وديفاين سكوب وكريت دبليو بي اس بتتكرر في كل ايتريشن. يعني كل مره بكولكت ريكويرمنت وبديفاين سكوب وبكريت دبليو اس، بينما في البريدكتيف الحاجات دي كلها بتتعمل في الاول مره واحده وبعدين ببتدي اروح انفذ خطوه. تمام. البريدكتيف فيرسز الادابتيف برضو، ان ان ادابتيف اور اجايل لايف سايكلز ذا سبونسر اند كاستمر ريبريزنتيف شود بي كونتينوسلي انجيجد. يعني لازم يفضل في نوع من انواع الترابط او الارتباط بيننا وبينه اثناء التنفيذ على طول. تمام؟ عشان هو من الوقت للتاني هو اللي بيبتدي فاليديت السكوب والكنترول سكوب وبيعمل العمليه دي معانا كذا مره. بينما في حاله البريدكتيف فاليديت السكوب validate scope accused with each deliverable or phase review and the control scope is an ongoing process. Predictive versus adaptive life cycle برضو. In the predictive project, the scope is defined for the project is the approved version of the project scope statement to WBS, WBS dictionary اللي هو الايه؟ baseline يا جماعه. Baseline can be changed only through a formal change control procedure and is used as a basis for comparison while performing validate scope and the control scope processes as well as controlling processes, other controlling processes. يعني احنا ال scope statement, sorry, the scope baseline بيبقى بيتعمل مرة واحدة وما نقدرش نعمل له اي change غير من خلال perform integrated change control اللي قلنا عليه من شوية. بينما في البروجكتس اللي بتتنفذ بطريقه الادابتيف احنا بنبتدي نعمل ال الثلاث حاجات دول. يعني ما بيبقاش عندي اصلا حاجه اسمها بيز لاين، احنا بيبقى شغالين بحاجه اسمها باك لوج، والباك لوج ده واليوزر ستوريز والكلام ده كله. طبعا الناس اللي شغاله اجايل فاهمين اللي انا بقوله. الناس طبعا بتوع كونستراكشن ممكن يكونوا مش اكسبوزد لحاجه زي كده، بس هي دي طريقه الادابتيف اللي هي بتبقى التيرمز بتاعت الادابتيف الادابتيف لايف سايكل، اللي هو بيبقى في حاجه اسمها يوزر ستوريز برودكت ريكويرمنت ويوزر ستوريز، وبعدين تطلع منها باك لوك، والباك لوك ده اللي هو بعد كده بيبتدي يتنفذ عليه الايتريشنز كلها، ايتريشن ايتريشن.
كده احنا خلصنا السكوب وهنبتدي ندخل في السكادول. خلاص السكادول يا جماعه اللي هو الجدول الزمني، لكن الاول بالمناسبه النولج اريا دي اسمها بروجكت تايم مانجمنت. وبعدين لقوا ان هم مش بيمانج التايم بتاع المشروع، بيمانج الجدول الزمني بتاع المشروع. وبالتالي بدل ما كان اسمها بروجكت تايم مانجمنت تبقى اسمها بروجكت سكادول مانجمنت. ايه الهدف اللي عندنا؟ انكلود ذا بروسيسز ريكوايرد تو مانج تايملي كومبليشن اوف ذا بروجكت. تمام؟ هنبتدي نتكلم عن شويه كونسبتس وبيزكس في السكادول مانجمنت. كونسبتس وبيزكس في السكادول مانجمنت. اول حاجه فكره الاكتيفيتيز. انا من شويه قلت لك ان الورك باكج هي اخر حاجه في البرانش بتاع الدبليو بي اس. بس جيت برضو كمان وقلت لك ان بعد كده هنعرف ان الورك باكج دي بتقسم لمجموعه من الاكتيفيتيز. لو افترضنا ان الدهانات دي ورك باكج، الدهانات او دهان غرفه ما ورك باكج، فكل الستبس اللي هي المفروض امر بيها عشان ابقى خلصت الورك باكج دي تعتبر اكتيفيتيز. من اول خلط اللون، من اول المعجون، من اول الوش الثاني، من اول الصنفره، من اول الوش الثاني والثالث وهكذا. الكلام ده كله يعتبر اكتيفيتي، كل واحده من دول اكتيفيتي. طيب الورك البروجكت ورك باكجز ار تيبيكالي ديكومبوزد انتو سمولر كومبوننتس كولد اكتيفيتيز ذات ريبريزنت ذا ورك نيسيسري تو كومبليت ذا ورك باكج. Activities provide a basis for estimating, scheduling, executing, and monitoring and controlling the project work. فاحنا بنبتدي نعمل الاستيميشن والسكيدول والاكسكيوشن والمونيتور اند كنترول على مستوى ايه يا جماعه؟ على مستوى الاكتيفيتيز. Identifying the specific action to be performed to produce project deliverable. يعني الاكتيفيتيز دي عباره عن ايه؟ عباره عن السبيسيفيك اكشنز، السبيسيفيك اكشنز to be performed to produce the project deliverable. زي اللي احنا شايفينه قدامنا هنا، تمام؟ دي عباره عن عمليه في مستشفى اسمها ميلواكي تمام في امريكا، ودي كانت دي تقريبا دي عمليه انستليشن، عمليه انستليشن في المستشفى دي. خلينا نشوف مع بعض كده. Activity A build internal components ودي هتاخد 2 weeks. Activity B modify roof and the floor 3 weeks. Activity C construct collection stack 2 weeks. Pour concrete and install frame 4 weeks. Build the high temperature burner 4 weeks. Install pollution control system 3 weeks. Install air pollution device 5 weeks. Inspect and test 2 weeks. Total weeks is 25 weeks. تمام؟ طيب دي كده كانت اكزامبل للاكتيفيتيز. تمام؟ ان انا كان عندي ورك باكج موجوده، تمام؟ وقسمت طلعت منها الاكتيفيتيز دي. طيب تعالوا نعرف نوع الاكتيفيتيز او العلاقات الديبندنسي ريليشن شيبس ان ذا بريسيدنس دايجرامينج مثل. تمام؟ طيب اول نوع من انواع العلاقه، احنا افترضنا مثلا ان اي دي اكتيفيتي وبي دي ايه اكتيفيتي، اي دي اكتيفيتي وبي ايه اكتيفيتي، فممكن تبقى العلاقه ما بين الاكتيفيتيز دي ايه. اول حاجه فينش تو ستارت، ثاني حاجه ستارت تو ستارت، ثالث حاجه فينش تو فينش، رابع حاجه ستارت تو فينش. فينش تو ستارت معناها هي اكتيفيتي ايه، خلصي انت الاول عشان دي تعرف تبدا. يعني انا هنا بي مش هتبدا الا لما ايه تخلص. العلاقه هنا ايه؟ فينش تو ستارت، ايه has to finish in order to in order for B to start. اوكي okay. طيب start to start هنا معناها ايه؟ معناها ان اول ما A تبدا B تبدا، الاثنين بدايتهم مرتبطه ببعضهم. طيب finish to finish معناها ان اول ما A تخلص B تخلص، اول ما A تخلص B تخلص، الفينش بتاعهم مرتبط ببعضه. هنا start to finish، start to finish، تمام؟ اللي هي ايه بقى؟ معناها ان ايه مش هتخلص الا لما بي تبدا. فين؟ ايه مش هتخلص الا لما بي تبدا. جميل؟ طيب تعالوا ناخد اكزامبلز عشان نفهم
هناخد اكزامبل يا باشمهندس سامح، والله هناخد اكزامبل. طيب تعالى ناخد الاكزامبل دي. اول حاجه فينش تو ستارت. انا لو انا بصب خرسانه، لو انا بصب خرسانه هقدر اشيل، هقدر سوري اصب الخرسانه قبل ما اعمل انستول الفريمز دي. انستول يا جماعه مش انستول الفريمز، فانا لازم انستول الفريمز الاول وبعدين ابور الكونكريت. دي كده ايه فينش تو ستارت. هنا يا جماعه هنا خلينا برضو نعمل كده عشان الناس برضو ايه يعني تبقى متابعه معانا. نكتب 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 طب الاريتر الاول نشيل الجزء بتاعنا وبعدين درو درو كده خليه خط نكتب على ده كده يا جماعه نكتب على ده كده ونخليه ايه انستول فريم. بس ان احنا هنجيب هنا بور كونكريت بعد انستول فريمز، يعني انستول فريمز الاول تبقى فينيشت تمام وبعدين بور الكونكريت. ستارت تو ستارت، انا محتاج هنا في ستارت تو ستارت ايه؟ ان دي تبدا عشان دي تبدا. انا العلاقه ما بين الريكوردنج والبريزنتنج، يعني مثلا انا هنا عشان ابريزنت لازم يكون الريكوردنج بدا تمام؟ يعني لازم الريكورد يبدا قبل البرزنتيشن ما يبدا، فده بيبدا ده بيبدا مع بعضه. طيب فينش تو فينش، فينش تو فينش الالكتريكال وايرنج والالكتريكال تيستنج. انا مش هقدر افينش الالكتريكال تيستنج الا لما يكون الالكتريكال وايرنج خلص، ساعتها هقدر اتست الالكتريكال وايرنج. طيب ستارت تو فينش، ستارت تو فينش دي معناها ايه؟ معناها ان المفروض التاسك اللي شغاله ما تعرفش تنتهي الا اللي بعدها ما تبدا. زي ايه؟ زي ان يبقى في شيفتات، في شيفتات امن يعني سكيورتي شيفتس، وفي السكيورتي جارد اللي جاي يستلم. انا ما كسكيورتي جارد موجود ما اقدرش انهي الشيفت بتاعي الا لما الشيفت بتاع زميلي يبدا تمام. كامينج سكيورتي جارد ستارتس نيو شيفت واذر جارد فينيش كارنت شيفت تمام. طيب نرجع تاني اهو نكتب بس كده هنا ايه انستول انستول فريمز تمام. فاول حاجه فينش تو ستارت العلاقه ما بين صب الخرسانه والانستليشن بتاع الفريمز. بعد كده ستارت تو ستارت الريكوردنج والبريزنتنج، والفينش تو فينش الكتريكال وايرنج والالكتريكال تيستنج، والستارت تو فينش اللي هو الكامينج سكيورتي جارد ستارتس نيو شيفت اذر جاردز فينش كارنت شيفت تمام. طيب خلينا ندخل على الجزء اللي بعده. احنا المفروض دلوقتي ناخد بريك، ناخد بريك. فمعانا بريك لحد الساعة 9:05. الساعة دلوقتي 9:10، هناخد بريك لحد الساعة 9:05. احنا في أكتر من بوينت اتكلمنا في الأكتيفيتيز واتكلمنا في الريليشن شيب ما بينهم الديبندنس ريليشن شيب. عايز أوضح بس حاجة، هو إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ احنا من لو جينا رجعنا ورا شوية كده، لو جينا رجعنا ورا شوية عند السلايد دي وقلنا ان identifying the specific actions to be performed to produce the project deliverables تمام. يعني احنا محتاجين نحدد الاكشنز، الاكشنز دي اللي هي الاكتيفيتيز اللي هي برمز لها بالبلوكس دي. شايفين البلوكس دي يا جماعه؟ شايفين الكلام ده A و B والكلام ده؟ هي دي الاكتيفيتيز اللي هي الاكشنز اللي انا اتكلمت عليها هنا. طيب ايه اللي احنا عايزين نوصل له او اللي احنا عايزين نعرفه؟ احنا عايزين نعرف علاقه كل اكتيفيتي باللي قبلها واللي بعدها عشان نبتدي نرتب الاكتيفيتي بناء على الكلام ده، ونبتدي نشوف الا الاكتيفيتي دي مرتبطه بالاكتيفيتي اللي قبلها ازاي ومرتبطه بالاكتيفيتي اللي بعدها ازاي. فعلى سبيل المثال لو انا دلوقتي بعمل حاجه زي اللي كنا بنتكلم عليها هنا اللي هي بور كونكريت وانستول فريمز، هل انا هعرف اصب الخرسانه الا لما تكون التاسك بتاعت انستول فريمز خلصت؟ يبقى اذا ريموف انستول فريمز شود بي فينيشد فيرست تو بور كونكريت تو ستارت تمام. فدي العلاقه ما بين التو اكتيفيتيز مع بعض. طيب ستارت تو ستارت، هنا
انا مش هقدر ابقى ستارت بريزنتنج ليكو الا لما يكون حد ستارت الريكوردنج ليكو. طب هل ستارتنج الريكوردنج كده، هل الريكوردنج كده خلص؟ لا، ده ستارتد بس ولسه شغال. طب هل البريزنتنج كده ستارتد وخلص؟ لا، ده برضه ستارتد ولسه شغال. وبالتالي العلاقه ما بين الريكوردنج والبريزنتنج هي ستارت وستارت. كان البريزنتنج بتقول للريكوردنج يا ريكوردنج ستارت انت عشان اعرف ستارت انا. تمام، فينش تو فينش الكتريكال وايرنج والكتريكال تيستنج. انا ممكن اقعد اتست في كل الكيبلز بس يبقى في كيبل نوت واير ديت، تمام، ده هيخلي لي التاسك بتاعت التستنج نوت فينش ديت. فاول ما الوايرد الاخير ده يتركب انا هقدر اعمل له تيستنج، تبقى اول ما خلصت الالكتريكال وايرنج، اول ما الالكتريكال وايرنج فينشت الالكتريكال تيستنج كمان فينشت. طيب ستارت تو فينش اللي هو لازم انت تبدا عشان انا اخلص، مثلناها بايه؟ مثلناها بتو سكيورتي شيفتس او تو سكيورتي جارد شيفتس. لازم الجارد اللي هيجي يستلم مني يبدا الاول عشان انا انهي الشيفت بتاعي. ما ينفعش انهي الشيفت بتاعي واروح واسيب المكان بدون ايه؟ بدون حمايه. تمام؟ نتكلم دلوقتي على الديبندنسي ديترمينيشن، وهو تحديد الاعتماديه ما بين كل تاسك او اكتيفيتي والاكتيفيتي الثانيه. تمام؟ طيب فاحنا في المانداتوري عندنا اربع انواع من الديبندنسي. عندنا اربع انواع يا جماعه من الايه؟ من الديبندنسي. ممكن تقفل الكاميرا يا باشمهندس؟ طيب احنا عندنا الاربع انواع من الديبندنسي: مانداتوري وديسكريشنري، مانداتوري وديسكريشنري، واكسترنال وانترنال. مانداتوري يعني ايه؟ يعني ان التاسك دي معتمده على التاسك دي بشكل مانداتوري ولا يمكن الالتفاف عليه ولا يمكن تجنبه، زي الفكره بتاعت بور كونكريت وانستول فريمز. بور كونكريت وانستول فريمز. تمام؟ طيب الديسكريشنري هي عباره عن ديبندنسي بس اوبشنال. احنا قلنا ديبندنسي يا جماعه عشان الناس اللي ممكن تكون يعني متابعه معانا دلوقتي بس مش قادره توصل يعني ايه ديبندنسي، هو اعتماد اكتيفيتي على اكتيفيتي ثانيه. فانا هنا بتكلم في ديسكريشنري ديبندنسي او اعتماديه اختياريه، يعني الحاجه دي مش معتمده حقيقه على الحاجه دي، ولكن الحاجه دي ممكن او يفضل انها تتعمل بعد الحاجه دي. خلاص، زي ايه؟ زي الستيك تايلز والبينت وولز، يعني زي تلزيق البلاط، ان احنا نعمل البلاط في الارض، وبينتنج وولز، ان انت تخلي البينتنج وولز الاول عشان لما تيجي تعمل البلاط ما ينزلش عليه بينت من الوولز. تمام؟ دي تعتبر ديسكريشن ديبندنسي. طب هل انا لو لا رحت عامل البلاط الاول وبعدين عملت البينت هيحصل حاجه؟ لا، ما يحصلش حاجه، كل حكايه بس شويه نظافه زياده هتبقى محتاجهم وخلاص، ولكن دي تعتبر ديسكريشن ديبندنسي. الاكسترنال ديبندنسي اللي هي تكون حاجه عندك جوه المشروع معتمده على حاجه من بره المشروع، زي ان حضرتك مش هتقدر تعمل الرصيف اللي حوالين المبنى الا اما المجلس المدينه او البلديه عندك يقوم برصف الشارع، فحضرتك معتمد على اكسترنال اكتيفيتي مش اندر يور، يعني هي نوت اندر يور كنترول، وبالتالي هي نون بروجكت اكتيفيتي. طيب internal dependency ان هي تكون من جوه المشروع عندك، ودي برضو ممكن تكون mandatory او discretionary زي ما احنا شرحنا من شويه. طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الليد واللاج. ايه هو الليد وايه هو اللاج؟ الليد ان كانك انت كنت هتعمل اكتيفيتي معينه يوم 5 في الشهر، فانا قلت لك طب ما نقدمها شويه نخليها يوم 3 في الشهر. تمام؟ وبالتالي هو acceleration للسكسسور اكتيفيتي. على سبيل المثال
العلاقة هنا ما بين ديك ترينش ولاي بايب هي علاقة ايه؟ فينش تو ستارت، يعني لازم نحفر الترينش الأول وبعدين نلاي البايب، تمام؟ بس أنا رحت جاي عامل ليد للاي بايب بقد ايه؟ بسبعة أيام، قلت يا التاسك اللي اسمه كلاي بايب يلي المفروض تتنفذي بعد ديك ترينش، تعالي ابدأي قبل ميعادك بسبعة أيام. طيب لو دي مدتها 10 ايام ودي مدتها 10 ايام يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان لاي بايب تنفذ الكلام ده، يعني تبدا في اليوم الثالث بعد ديك ترينش. طيب ده ليه؟ لان انا والله وانا بعمل الديجنج لقيت ان بعد اول 3 ايام انا اقدر ابتدي امد اول جزء من البايب في الديجنج شانل او ديجنج كانال اللي انا عملته، تمام؟ وبالتالي هو ده اللي انا بقدم اكتيفيتي معينه قبل ميعادها بشويه. اللاج عكسه تماما، ان انا باخر اكتيفيتي معينه بعد ميعاد بدأها، يعني هي كده بتبدا في وقت معين لا انا اخرها، زي ايه؟ كونكريت بورينج وريموف ابتدت فريم ورك ريموفال، تمام؟ كونكريت بورينج وبعدين فريم ورك ريموفال. طبعا هنا احنا بنتكلم على الفريم ورك ريموفال بعد الكونكريت ما بتكون نشفت، تمام؟ يعني انت هنا ما ينفعش اول ما تخلص الكونكريت بورينج تروح عامل ريموف للايه؟ للفريم ورك، تمام؟ للفريمز اللي موجوده، تمام؟ فانت بتحتاج تستنى 3 ايام، فالثلاث ايام دول اللي هم اللاج اللي حضرتك بتطبقه في الموقف ده. طيب عندنا اكزامبل اهو لحاجه اسمها عندنا البريسيدنس دايجرامينج ميثود، اللي هو طريقة الرسم عن طريق مين يجي قبل مين ومين يجي بعد مين. تعالوا نشوف اكزامبل كده قدامنا، ادي ستارت وادي اند او فينش. طيب بمجرد ما المشروع ده هيبدأ، ايه هتبدأ وايتش هتبدأ وكي هتبدأ. ليه؟ لان هم بعد الستارت مباشرة، انه الستارت دي ملهاش يعني ديوريشن، هو المشروع هيبدأ، ايه هيبدأ وايتش هيبدأ وكي هتبدأ، وبعد الايه تبدأ بيه. طيب هو هنا يا جماعة كاتب لك حروف، الحروف دي بترمز لاسم العلاقة. العلاقة هنا على سبيل المثال start to start، هنا start to start، هنا finish to start، هنا finish to finish، تمام؟ طيب اللي بيحصل ايه؟ هتقول لي طب والباقي ما عليهوش رموز؟ هقول لك لما ما بجيبش رموز معناها finish to start، اللي هي العلاقة الديفولت بتاعتنا اللي هي finish to start، تمام؟ طيب finish to start انا عندي هنا العلاقه هنا مجرد ما بتبدا سي تبدا، وعندي علاقه ستارت وستارت بس ايه بلس 10. يعني ايه بلس 10؟ معناها ان لو من غير ال 10 دي كان مجرد ما اتش تبدا اي تبدا، بس هي اي هتبدا مع اتش بتاخير قدره 10 ايام. هنا نفس الكلام فينش تو ستارت، تمام؟ بس مع ايه؟ مع تاخير 15 يوم. فينش تو ستارت مع تاخير 15 يوم، يعني المفروض كانت اول ما اف تخلص جي تبدا، ولكن بعد ما اف تخلص هننتظر 15 يوم وبعدين جي هتبدا. نفس الكلام هنا فينش تو فينش، بمجرد ما ال تخلص جي هتخلص، تمام؟ ده اكزامبل بريسيدنس دايجرامينج ميثود. طيب البريسيدنس دايجرام اللي هو احنا بس عايزين نعرف ان دي اسمها ايه ودي اسمها ايه. اللي بيجي في الاول يا جماعه اسمه بريديسيسور، واللي يجي بعدين بيبقى السكسيسور. ده بيعتبر كوز وده افكت. تاسك ايه دي بتبقى هي الكوز، وتاسك بي هي الافكت، تمام؟ طبعا هو مش كوز وافكت بمعنى كوز وافكت، بس اللي بيحصل ايه؟ ان انا مثلا النهارده ايه هي اللي لازم يحصل فيها الاكشن الاول عشان بي تتاثر او يحصل فيها اكشن بناء على الاكشن بتاع ايه. طبعا احنا قلنا اهو في الاول بيبقى اسمه بريديسيسور، واللي بيجي بعدين اسمه ايه؟ اسمه سكسيسور. طيب نتورك دايجرامينج احنا عندنا هنا شكل كده احنا المفروض نرسمه وندخل فيه. طيب احنا مش هندخل في الجزء ده دلوقتي، وهنخليه للمره اللي جايه، لان طبعا هيبقى فيه شويه تفاصيل كده وهياخد مننا وقت وهنقعد نجرب مع بعض. بس انا طالب منكم حاجه، انا طالب منكم يعني ما تبصوش في السلايد اللي بعد كده اللي هي السلايد دي بليز، يعني وتحاولوا ترسموا الدياجرام اللي موجود في التيبل اللي قدامكم ده، النتورك دياجرام. يعني انا المفروض اصلا ما كنتش اديت لكم السكادولينج او خليت المهندس احمد سمير يرفعه دلوقتي، كنا سيبناه شويه كده عشان الناس تتمرن، تمام؟
اللي مطلوب هنا ايه؟ بيقول لك يا سيدي ان احنا ادي عندنا الاكتيفيتي وادي البريديسيسور. البريديسيسور اللي هي التاسك اللي هتكون في الاول زي ما احنا شفنا هنا من شويه، تمام؟ البريديسيسور اهي والسكسيسور اهو. طيب انا عندي هنا ده البريديسيسور وده السكسيسور. الستارت بتاع المشروع مالوش بريديسيسور لان هو اول حاجه اصلا. طيب اكتيفيتي ايه؟ مين البريديسيسور بتاعها؟ الستارت. اذا ايه هتبدا بعد الستارت على طول؟ والديوريشن بتاع ايه؟ 2 دايز. خلينا نعتبرهم دايز مانثز بس خلينا نمشي ان هم دايز. طيب وبي مين البريديسيسور بتاعها؟ ايه؟ يبقى بي هتيجي بعد ايه على طول؟ والديوريشن 12 يوم. سي هتيجي بعد مين؟ هتيجي بعد بي ودي. اذا سي معتمده على مين؟ على بي ودي. دي اصلا لسه ما اترسمتش، لسه هتترسم. طب دي بتيجي بعد مين؟ دي بتيجي بعد ايه؟ بعد الستارت. يبقى اذا دي وايه هيبداوا بعد الستارت على طول، وبي بعد ايه، وسي بعد بي ودي. ايه بتيجي بعد ايه؟ بعد دي، والديوريشن بتاعها 7. اف بتيجي بعد ايه؟ بعد اي، والديوريشن بتاعها 3. والفينش بقى بتيجي بعد ايه؟ اللي هي اخر حاجه بعد سي واف. يبقى اذا المشروع يخلص لما سي واف ايه؟ يخلص. طبعا انا ما اعرفش انتوا كنتوا هتعملوا كده فعلا ولا لا، بس خلينا نعتبر ان انتوا كنتوا هتعملوا كده خلاص، ونوريكم الشكل كده خلاص. ادي يا سيدي الستارت، وادي الاي، وادي الدي اللي بداوا بعد الستارت مباشره، وادي البي اللي معتمده على الاي، وادي السي اللي معتمده على البي والدي، وادي الاي اللي معتمده على الدي، وادي الاف اللي معتمده على الاي، وادي السي والاف اللي هيسبقوا الفينش مباشره، وادي الديوريشن بتاعه كل تاسك من التاسكس دي او اكتيفيتي من اكتيفيتيز دي متوضحه عليها، تمام؟ اللي مطلوب ايه بقى؟ نخلي بقى الفورورد باس والباكورد باس ده للمره الجايه عشان فعلا هياخد مننا وقت. انا بس اللي يهمني ان حضرتك تعرف ترسم ده من ده، يعني بليز حاول تمرن ايدك عليها او حاول تشوف اكتيفيتيز تقدر تعمل، تمام؟ طيب انا دلوقتي هفتح يا جماعه فقره الاسئله و اللي عنده سؤال يبتدي يتفضل. انا متابع معاكم الشات اهو ومستعد للاسئله. المهندس محمد سعيد بيقول الكونتنت بتاع الجدول اللي فيه انبوتس وتكنيكس واوتبوت انا بختار على اساس ولا بتجيب ازاي؟ بص يا باشمهندس، هي دي اسمها البروسيس، يعني الجدول اللي فيه الحاجات دي اسمه بروسيس، والبروسيس دي بيبقى فيها انبوتس واوتبوتس وتكنيكس. الحاجات دي جايه من الستاندرد بي ام اي هي اللي بتقول عليها، بس زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان دي مش الزام، انت بس بتبقى بتتعلم البروسيس عشان لما تيجي على ارض الواقع تبتدي تعمل الكلام ده. ثانيه واحده يا جماعه معلش. تمام يا باشمهندس، فهي مش بتجيب، يعني انت مش مطلوب منك تجيبها، هي ده ستاندرد او بي ام اي قالت بناء على البيست براكتس او افضل الممارسات اللي حصلت في مجال المشروعات، وصلنا لان البروسيس دي المفروض يبقى الاوتبوت بتاعها كذا والانبوت بتاعها كذا والتكنيكس بتاعتها كده، تمام؟ طيب مهندس احمد فهمي، يعني انا بسال نفسي برضو ادابتيف از نوت ابليكابل ان كونستراكشن بروجكتس. بص يا باشمهندس، هو الادابتيف بقى في حاجه كده دلوقتي في الكونستراكشن اسمها لين كونستراكشن مانجمنت، تمام؟ واخده شويه من الادابتيف، ويعني في شويه حاجات كده بتفوكس عليها، بتفوكس ان هي تيليمينيت الويستس. والادابتيف في بعض الحاجات، في بعض المشروعات، في يعني احنا زي ما قلنا من شويه ان مش لازم المشروع كله يبقى بريدكتيف ومش لازم المشروع كله يبقى ادابتيف، فانت ممكن تشتغل المشروع كله من فوق ادابت ابتدى بريدكتيف، وتيجي بعد كده تمسك حتت معينه تنفذها بطريقه الادابتيف، تمام؟ زي مثلا ان انت عايز تنجز حاجه معينه او تحقق طريقه استخدام معينه لكومبوننت معينه جوه المبنى، فهي هتنفذها بطريقه الادابتيف لحد ما تطمن ان فعلا بقت بتستخدم بالشكل الصحيح. فمش شرط ان الدنيا كلها تبقى بريدكتيف او الدنيا كلها تبقى ادابتيف. طيب يا ريت مراجعه سريعه لمعنى الدبليو بي اس. هو الدبليو بي اس يعني اكتر من ان هو حاجه لها معنى، هي حاجه احنا شرحناها من شويه، هي شجره الاعمال بتاعه المشروع ببساطه شديده، هي التري اللي انا بقدر من خلالها
اقسم الشغل او اقطع او اكسر الشغل بتاع المشروع لاجزاء اصغر عشان اقدر ادير به المشروع. فده معنى ال WBS. ازاي اقدر احدد تكلفه مشروع اجايل بخصوص الريكويرمنت والحاجات دي. طبعا الجزء بتاع الكوست استيميشن بالنسبه للاجايل بيبقى مهم جدا، لان انت طبعا لما تشتغل على الجزء هتشتغل على جزء من الريكويرمنتس وبعدين تطلع ريزلت وبعدين تبتدي تشتغل وتطلع ريزلت، فانا ممكن من الاول ما هكونش عندي تكلفه محدده. بس دايما اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بيبقى في اتفاق ما بين العميل او الاونر او السبونسر وبين الشركه اللي بتنفذ المشروع ان هم هيشتغلوا بطريقه الاجايل، وبيكونوا محددين رينج للكوست بيتحركوا فيه نتيجه خبرتهم ان هم عارفين الحاجه دي تقريبا بتتراوح من كذا لكذا. بس كل القصه ان هم في طرق للتنفيذ، فهم هيبتدوا يطبقوا الاجايل عشان يجربوا الطرق دي لحد ما يوصلوا لافضل طريقه. تمام؟ يضطروا يجربوا الطرق اللي هنوصلها افضل طريقه، فبيبقوا عارفين تقريبا تكلفه كل اتريشن كام. فوالله احنا هنعمل 20 اتريشن، الاتريشن الواحد بيتكلف 100,000، يبقى احنا تقريبا بنتكلم في 2 مليون. تمام؟ فهو بيبقى الموضوع ماشي بالشكل ده. طيب WBS organizations responsible from top to low management. انا مش عارف هو ده مش دبليو بي اس بقى كده، ويبس ويبس اورجانيزيشنز ريسبونسبل فروم توب تو لو مانجمنت. بص انا مش فاهم سؤالك يعني مهندس هيثم، معلش ممكن توضيح للسؤال يا ريت. طيب سكوب كريب تاثيرها على مراحل العمل في المشروع، بتظهر مفاجاه لكل مرحله على حسب التعديل. بص السكوب كريب ما هو الا مسمى او وصف لاي ان كنترول تشينج يحصل في الاول يحصل في الاخر يحصل في النص يحصل كل شويه. التشينج اللي يخرج من تحت ايدك ويحصل بدون كنترول منك او بدون ما يعدي عليك يبقى ده اسمه ان كنترول تشينج وسكوب كريب وسكوب كريب. طيب المهندس محمد سعيد، المثال بتاع فينش تو ستارت اعتقد ان صح، مش محتاج تصحيح. بور كونكريت وريموف فريمز، انا مش هشيل الخشب الا لما اخلص صب خرسانه. طيب بص يا باشمهندس، هو يعني انا مش عارف، هو ممكن يكون انا حصل لي كونفيوجن وانا بشرح، بس بور كونكريت معناها ايه؟ معناها بور كونكريت اللي هي عمليه الصب نفسه بتاع الخرسانه، وريموف فريمز ان انا بعد ما صبيت. يعني انت بتتكلم على، انا كنت بقصد ان انستول فريمز ما قبل الصب وبعدين الصب وبعدين الريموف الفريمز. فممكن من وجهه نظر حسب برضو الشرح بتاع المهندس محمد سعيد، يعني انا بس كونفيوز لان انا كنت بعمل الاكزامبلز دي عملتها بعدين كميك اب، فشكيت ان انا ممكن اكون كاتبها غلط، شكيت يعني ان انا ممكن اكون كاتبها غلط. طيب بالنسبه للمهندس محمود ماهر بيسال بالنسبه لتسلسل المحاضرات، هل هتبقى بنفس تسلسل الكتاب؟ بص يا باشمهندس، احنا بس عملنا جامب او باي باس عملنا بوستكون للانتجريشن للاخر، بس في ذلك هنمشي بنفس تسلسل الكتاب باذن الله. طيب مهندس هيثم بيقول دبليو بي اس، نرجع بقى نقرا نفس الجمله تاني بعد ما حطينا WBS organizations responsible from top to low management. ما انا برضه والله مش فاهم ايه السؤال، يعني حاطين WBS اوكي، بس يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني السؤال مش واضح بالنسبه لي عشان اعرف اجاوب. Difference between project life cycle and the project management life cycle. Project life cycle and project management life cycle. واحنا تعرضنا للتو تيرمز دول يا باشمهندس محمود؟ ما اعتقدش ان احنا تعرضنا للبروجكت لايف سايكل والبروجكت، ما انا كنت ممكن تسالني بروجكت لايف سايكل والبروجكت ديفلوبمنت ابروتش، معلش لكن انا ما اعتقدش تعرضت للمانجمنت لايف سايكل ده. عايزين جدول لمحتوى المحاضرات الجايه. مش فاهم تقصد ايه بجدول لمحتوى المحاضرات، يعني هناخد ايه امتى يعني؟ بص احنا ماشيين بالتسلسل، طبعا احنا بيبقى في المحاضره ممكن مخططين ان احنا نخلص ايه وما نخلصش ايه، يعني انا مخطط ان شاء الله المره الجايه نخلص السكادول كله، ربنا يسهل باذن الله. فدعواتك يعني. طيب الوايرنج والتستنج كان بي اف تو اس، كان بي اف تو اس. لا هو التستنج يا باشمهندس شغال بالفعل اثناء الوايرنج، مش التست لسه هيبدا لما الوايرنج يخلص. لا التست ستارتد اوريدي بس مش هيعرف يفنش الا لما الوايرنج يفنش هو كمان. طيب مهندس احمد فهمي بيسال على الكيس ستادي، انا مش عارف ايه السؤال، طب وضح لي ايه السؤال عشان ارد عليك.
حضرتك قلت ان في اوت فيل تشينج ريكويست از بيلت، دي حاجه زي اللي بتحصل في مشروع بناء على طلبات المالك. اوت فيل تشينج ريكويست حاجه زي از بيلت اللي بتحصل في المشروع بناء على متطلبات المالك. لا طبعا انا ما اقصدش كده. انا لما كنت بتكلم في تشينج ريكويست، تشينج ريكويست دي معناها ان احنا كنا مخططين مع بعض على حاجه، وبعدين حصل حاجه خلتنا هنغير الكلام ده، هنغير التخطيط ده، هنعمل حاجه مختلفه عن اللي كنا بنعمله، او في حاجه خرجت من ايدي بالفعل وبقتش ينفع انها تبقى مطابقه للمواصفات، وانا هعمل تشينج عشان اخلي ده مطابق لده. ايه السؤال بتاعك؟ لا مش عارف يعني، لو انا كده جاوبته ماشي، ما جاوبتوش اسالني تاني. مهندس محمود بيتكلم عن البروجكت لايف سايكل. كانت موجوده في الكويز. طيب يعني هرجع بس للسؤال في الكويز ده عشان هو مش حاضر في ذهني دلوقتي، كنت بعته من فتره وهرجع ارد عليه. نعم المخطط. طيب، ما هو انا زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين بتسلسل اللي كنا اعلناه في الاول خالص، اللي هو احنا هنبتدي ناخد السكوب والسكادول والكوست والكواليتي والريسورسز والكوميونيكيشن وكل التسلسل اللي كنا كاتبينه في الاول. طيب مهندس احمد حلاوه، انا قلت لك هبص عليها، هبص بس استرجع السؤال وبعدين هرد عليه. مهندس ربيع تحياتي ليك، مهندس محمود عادل تحياتي ليك، مهندس احمد فهمي بيقول الكيس ستادي. انتوا عايزين نعلق على الكيس ستادي يعني يا جماعه، ولا تقصدوا ايه؟ المحاضره 2 كيس ستادي، تم تصحيح الانجلش تمبلت ويا ريت بجانب العربي. انا لسه ما وصلتنيش والله الشغل بتاعكم، يعني المهندس احمد انا ما اعرفش يعني احنا مدين اصلا فرصه للكيس ستادي ان هي لحد يوم الثلاث، فبعد يوم الثلاث هيكون خلاص ما بنقبلش اجابه الكيس ستادي، هنجمع كل اللي بعتوها وهتتبعت لي وهبتدي ادي كومنتس عليها. الكيس ستادي اللي نزلت ما هو المطلوب منا؟ مطلوب يا فندم تعمل بروجكت تشارتر للكيس اللي عندك. طيب المهندس محمود ماهر بيسال مفهوم الباكلوج. الباكلوج يا جماعه هو ترتيب المتطلبات اللي هتتم تنفيذها في كل اتيريشن. تمام، حضرتك النهارده في الاول بتبتدي تكريت حاجه اسمها يوزر ستوريز، يعني انا كفلان عايز الفيتشر الفلانيه دي بالشكل الفلاني. تمام، فدي كلها اسمها يوزر ستوريز. يوزر ستوريز دي بتبتدي يطلع منها، يتم استنباط منها ريكويرمنتس، الريكويرمنتس دي بتتجمع مع بعضها كلها وبيبقى اسمها الباك لوج. تبتدي تاخد من الباك لوج ريكويرمنت او مجموعه من الريكويرمنت وتنفذهم في اتريشن. هي دي الحته بتاعت الباك لوج اللي في الاجايل. ايه افضل رد فعل من مدير مشروع لما يحصل من المالك تجاوز ويدي اوامر بتغيير حاجه في الشغل بدون علم المقاول علشان ما يحرقش نفسه؟ ان هو يقوم عامل على طول طلب تغيير بناء على الحاجه اللي عملها المقاول، سوري، بناء على الحاجه اللي عملها المالك، ويقوم مضي المالك عليه ويقول له حضرتك شرفت عندنا النهارده في الموقع وامرت بالتغييرات دي، وده طلب التغيير ودي تكلفه التغيير ودي عقبات التغيير او عواقب التغيير، وتفضل حضرتك وقع عليه. رفض يوقع بقى ساعتها انت ايه يعني مش عارف تعمل ايه. بس يعني لو في حاجه، ما هو ما اعتقدش ان في حد اعلى من المالك يعني، خلاص ساعتها لو رفض يوقع تقوم باعت ايميل لكل الاطراف المعنيه ان فلان الفلاني حضر عندنا النهارده في الموقع وعمل الحاجات الفلانيه، وبناء على الكلام بتاعه او التغييرات اللي طلبها هيتم هتحصل التكلفه الفلانيه، وجدول الزمن هيتاثر بالشكل الفلاني، والمواصفات تتاثر بالشكل الفلاني. مهندس محمد زيدان ربنا يكرمك، المهندس محمد الديري ربنا يكرمك، مهندس بشر سليمان ربنا يكرمك. لا يا فندم، ريكوست فور انفورميشن ار اف اي دي ريكوست فور انفورميشن، انت بتكون كمقاول محتاج معلومات فبتبعت للشركه او للجهه المالكه تطلب معلومات، ده اسمه ريكوست فور انفورميشن، انما طلب التغيير يبقى اسمه تشينج ريكوست. مهندس احمد سمير شكرا ليك، مش عارف مهندس احمد سمير ده مهندس احمد سمير بتاعنا ولا مهندس احمد سمير تاني. لا عامة تحياتي ليك يا باشمهندس. معنى ستيك هولدر بالعربي في لها أكثر من ترجمه، في لها المعنيين وفي اصحاب المصلحه، بس الترجمه اللي معتمدها البي ام اي المعنيين. مهندس احمد حلاوه شكرا ليك،
ممكن يخاطب استشاري المالك. والله استشاري المالك مش هيكنترول الكلام ده، انا بقول لك ابعت ايميل لكل الاطراف عرفهم ان في تغيير ما حصل، واللي عنده بقى اعتراض يرد على الميل. يعني ما حدش رد على الميل، خلاص انت عملت الاويرنس وعملت كوميونيكيشن لكل الاطراف وخلاص. شكرا لكم كلكم يا جماعه. طيب في اسئله، في السؤال بتاع اللي هو الويب دبليو بي اس، يعني انا منتظر التوضيح عشان اعرف اجاوبك. اللي سالني يا جماعه سؤال وانا ما وضحتوش او انا ما عرفتش اجاوبه او ما فهمتش السؤال، يكتب لي السؤال مره ثانيه، انا معاكم اهو. الجزء بتاع اللايف سايكل والبروجكت مانجمنت لايف سايكل ده هشوفه، ويا اما نزلت لكم بوست على الجروب يا اما جاوبناه في اول المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب المهندس هيثم بيقول لي responsible organization in WBS for all management level. طيب بص يا هندسه، والله انا فعلا مش قادر افهم انت عايز تسال عن ايه. انا مش بسخف عليك والله يعني، بس انا حقيقي مش فاهم. يعني يا ريت لو هتسالني بالانجلش تبقى الاستراكشر بتاع السؤال واضح عشان اعرف اجاوب، او لو بالعربي ماشي مفيش مشكله، لكن انا فعلا مش عارف ايه السؤال. استشاري الملك ما عندوش صلاحيه للتكلفه للملك واصحاب الصلاحيه، ده المهندس حسين بيرد يعني. اه طبعا يعني انا عشان كده بقول له هيبعت للاويرنس بس يعني. For life cycle it is number 10 in the quiz. اوكي ماشي يا باشمهندس محمود. المهندس هيثم اوكي نو بروبلم. نرجو رابط المكتبه اللي بين المواد العلميه مره اخرى انتقام. مهندس احمد سمير ممكن يا باشمهندس احمد يا ريت تاكد على الروابط كلها، معلش معلش الناس بتتوه والناس بتنسى. لو ينفع تعمل بند بوست كده جوه الجروب يبقى فيه كل الروابط الثابته، بحيث ان اي حد يدخل الجروب يشوف الايه البوست ده يعني. تمام، فيا ريت يعني. مهندس ايمن شكرا. مهندس ربيع اعتقد اسمي مسؤول عن يعني، ما هو يا جماعه مفيش حاجه اسمها مين المسؤول عن دبليو بي اس. هو دبليو بي اس مسؤوليه البروجكت مانجمنت تيم، هم اللي بيعملوه. وهو البروجكت مانجر ما بيقعد مع البروجكت مانجمنت تيم وبيبتدوا يمسكوا الكلام ده كله يكسروه عن طريق ان هم بيعملوا. احنا لما جينا شفنا الكرييت دبليو بي اس، ما هي كان فيها ستبس وكان فيها تولز وتكنيكس انك تعمل انت بيرسونال سكيلز وانترفيوز وديكومبوزيشن وكلام من ده كتير، وبتجيب بتمسك الحاجات دي كلها وتكسرها وبتاخد اراء الخبراء وبتعمل كل الكلام ده. فمفيش حد معين مسؤول عن ليفل معين في الدبليو بي اس، هو الدبليو بي اس كله مسؤوليه مدير المشروع وفريق اداره المشروع. لا السب بروجكت مش اكتيفيتيز يا هندسه، السب بروجكتس دي بتبقى حاجه زي الفيز او مشروع بس بشكل اصغر بيتضمن كل الحاجات اللي موجوده عندك. والاكتيفيتيز دي اخر ليفل خالص تحت الورك باكج. سب بروجكت لسه هيتقسم معاك لدليفربل وسب دليفربل وبعدين ورك باكج وبعدين اكتيفيتيز، فما ينفعش نعتبر السب بروجكت اكتيفيتيز. فالمهندس حسين بيقول مسؤوليه المقاول ممكن السري يديهم الخطوط العريضه دبليو بي اس. هو ده السؤال يعني، هو مسؤوليه المقاول ولا الاستشاري ولا الكلام ده؟ من وجهه نظري انا لما بتكلم دلوقتي، انا خلاص اخدت الشغل منك، انا هقسمه بالطريقه اللي انا شايف ان انا يمشي معايا انا كمقاول، عشان المقاول اللي هنفذ ولا انت الاستشاري اللي هتنفذ؟ انت استشاري بتشرف عليا فيما يخص الاعمال او النتائج النهائيه، اه بيبقى ليك حق الاشراف وتوجيه الشغل ودنيا من دي في بعض الامور، ولكن تقسيمه الشغل وانا اعمله ازاي والدنيا دي، انا بعمل الشغل بالطريقه اللي توفر لي ليك ان النتائج او الاعتبارات او الريكويرمنتس اللي حضرتك حاططها تتراعى. لكن ترتيب الشغل ده انا في النهايه اللي بقوله، انا كراجل عندي 10 مشاريع، فبنزل التيم بتاع الخرسانه يشتغل في كل المشروعات بالتوالي. انا حر بشغل التيم بتاع مش عارف ايه بيعمل كذا. اذا كنت انا كمان كمقاول ما يبقاش عندي الحريه في ان انا ارتب واقسم الشغل بالطريقه اللي انا عارفها، امال انا بعمل ايه اصلا؟ ما انا العبقريه بتاعتي كلها بتكمن في ازاي امانج الشغل ده بالشكل اللي يحقق لي بروفيت ويحقق لك انت كمان السبيسيفيكيشن اللي انت طالبها. فانا دوري هنا هي الاداره، والاداره ما هي يعني بنيجي تحللها، ما هو تقسيم الشغل وتكسيره وترتيب وتوزيعه ومين يعمل ايه، ما هو ده الاداره. لو انا بقى كاداره مشروع ما عملتش ده يبقى مين المسؤول؟
مهندس محمد جاد بيقول لما بعمل اكتيفيتي الجدول الزمني بيتاثر بربط الانشطه من طريق ربط الانشطه ببعضها بتوفر وقت لو تم بدقه، هل ليها قواعد تحكمها ولا مين اللي بيدي فيها قرار؟ هل في حالات معقده عن اللي حضرتك قلتهم؟ بص الاربع حالات دول هم الحالات كل الحالات اللي ممكن تبقى موجوده عندك ده لو انت بتتكلم عن الديبندنسز والدنيا دي. تمام؟ فكره توفير الوقت والدنيا دي فكرة توفير الوقت فكرة توفير الوقت اللي هي بتيجي نتيجة تربيط الأنشطة ببعضها ماشي، يعني ده لو عمليا بيحصل معاك يبقى كويس، بس هو طبيعي ان انت لما تيجي تنفذ الحاجة دي بتاخد يوم ودي بتاخد يومين ودي بتاخد 5 أيام فهم بياخدوا نفس الأيام، كون ان انت ممكن تعمله بالتوازي او تعمله بطريقة ثانية توفر وقت فده كويس، ده نوع من انواع برضو الطريقة او الإدارة اللي انت بتعملها. طيب المهندس محمود زيتون طلب اخير واعتذر عن الاطاله، لو امر حضرتك توفر الماتيريال قبل المحاضره بيوم عشان نطبعها ونكون متابعين يوم ما كانش معانا. بص يا باشمهندس هو انا كنت موفر السكوب وكمان السكادول انا بعتها فعلا النهارده ما بعتهاش قبلها بيوم، بس خلاص اوكي هبعت لكم الماتيريال بتاعت الجزء الثاني من السكادول اللي احنا هنشتغل فيه المره الجايه هبعت لها المهندس احمد وينزلها لكم عشان تطبعوها وتبقى موجوده معاكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا باشمهندس هيثم. مين تاني؟ ايه اسئله تاني؟ السلام عليكم باشمهندس احمد. وعليكم السلام، مين؟ الدكتور ابراهيم عطيه مع حضرتك. اهلا اهلا يا دكتور، اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك فيك. انا اولا يعني عاجزين عن الشكر لسعادتك وما شاء الله عليك، يعني اسلوب مميز فعلا في الالقاء والمعلومه بتبقى واضحه جدا، يعني مش محتاجه اسئله، هي بس الفكره في اذا كانت الله اعلم اضافه او توضيح من سعادتك ليا. طبعا انا واخد بي ام دبليو اوريدي يعني، بس احب ان انا احضر عشان اعمل ريفريشمنت وايه اكواير فيديوز اللي بتبقى موجوده يعني زي ما حضرتك عارف وكده. ف اللي كان بعض الشباب كتبوا على الشات موضوع ال WBS، يعني مين اللي بيحطها؟ المفروض ان التيم ورك بتاع السايت اللي في الاكسكيوشن في السايت الكتريكال وميكانيكال وسيفل وفكرال يبتدي يعمل بريك داون لكل ال WBS بتاعته موجوده ويبتدي يبعتها للبلانر، والبلانر يبتدي يعمل لها ارشفه ويبتدي يديها كودنج زي ما حضرتك عارف واستاذنا في الموضوع. فكنت حابب سعادتك يعني لو توضحها لهم يعني بدل ما انا اتكلم فيها يعني. والله انا كنت متخيل انها واضحه يا دكتور ابراهيم، يعني انا كنت متخيل ان لا ما كنتش فاهم السؤال لان انا كنت متخيل ان النقطه دي مش محل سؤال يعني، بس كويس ان حضرتك وضحت واضفت الاضافه دي. فناكد على الموضوع ده يا جماعه زي ما قال الدكتور ابراهيم واعتقد ان هو استفاد في الشرح فيها بشكل افضل مني كمان، ان يعني التيم بتاع المشروع هو اللي بيعمل البريك داون لكل التاسكس دي زي ما هو قال كل التخصصات. طبعا يعني انا طبعا المهندس ابراهيم بيتكلم من البرسبكتيف بتاع الكونستراكشن، وانا دايما ببقى حريص ان انا ما اتكلمش من البرسبكتيف بتاع اندستري معينه لان انا بدي لكل التخصصات، وانا واثق ان عندنا في ال 900 وشويه اللي مسجلين معانا اذا كانوا لسه هم اللي مكملين معانا ولا لا، بس انا واثق ان احنا عندنا سوفت وير وعندنا بروجكتس من كل الانواع يعني. فانا ببقى حريص ان انا ما اتكلمش عن ترمينولوجيز معينه مستخدمه في اندستري معينه زي بلانر وزي الكتريكال والام اي بي والكلام ده كله، عشان ابقى كلامي دايما جنرال يصلح لكل الاندستريز يعني. ولكن اللي احنا بنتكلم عليه بشكل اساسي هو ان التيم بتاع اداره المشروع مع مدير المشروع هم اللي ريسبونسبل للبريك داون بتاع التاسكس اللي عندي او البروجكتس ديليفربلز اللي عندي لحد ما نوصل لللور ليفل اللي يبقى ما بعده ما فيش تكسير ولا قبله في تكسير. تمام؟ وتحياتي للدكتور بيه. الله يبارك سعادتك، وكلام سعادتك اكيد يعني ما يعني في مجاله في كل المجالات الكونستراكشنز والديزايننج والاندستريال والميديكال وكل المشاريع، حتى لو مشاريع حتى اللي هي بنسميها استراتيجي يعني ماشي امبلمنتيشن في السايت زي بلاننج الاستراتيجي برضه بتعمل لها بلاننج وبتبتدي تعمل لها الاستيج بتاع زي ما حضرتك اشرت ليها. يعني ممكن الترمينولوجي بتاع البلانر بالظبط مش كومن في كل الاندستريز، وطبعا التقسيمات بتاعت الالكتريكال ميكانيكال والحاجات دي كلها مش كومن في كل الاندستريز. لا 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 اكيد
شكرا ليك جدا يا دكتور. الله يبارك سعادتك، واسف لمقاطعة حضرتك. لا لا بالعكس، إضافة مهمة جدا، شكرا الله ليك. يبارك سعادتك، اسلم اسلم ذوقك وعمرك. الله يخليك يا فندم، شرفتني. طيب معانا المهندس هيثم، شكرا. مهندس محمود شكرا. طيب في حد بيسأل تعريف البروجريسيف إلابوريشن. طيب بصوا يا جماعة، خلينا نقسم الكلمة كده. احنا عندنا الجملة عبارة عن كلمتين، بروجريسيف وإلابوريشن. بروجريسيف يعني كل ما تقدمت للأمام في الموضوع دوت، يعني أنا بكلمك كده إيه وأنت ماشي كده بالبلدي كده وبالعربي كده، وإحنا ماشيين مع بعض وإحنا مكملين مع بعض، تمام؟ إلابوريشن هو التحسين والتفصيل. أنا لما بكون بتكلم في إدارة المشروع فبقول والله البروجريسيف إلابوريشن بيعني بالنسبة لي إنما كلما تقدمت في المشروع وإحنا نبتدي نعمل تفصيل أكتر، وبالتالي بيكون عندنا معلومات اكثر تفصيلا تساعدنا ان احنا نخلي البلان بتاعتنا افضل، نعمل امبروفمنت للبلان بتاعتنا. فالبروجريسيف الابوريشن هو التحسين المستمر مع التقدم في المشروع، تمام؟ تحسين مستمر مع التقدم في المشروع. مهندس حسين محمد.